مصر تقرر، أنتم صناع القرار، نحن من نصنع الواقع ومن نصنع المستقبل. قررنا في الماضي فوصلنا إلى الحاضر، واليوم نقرر فنستمر إلى المستقبل. إن شاء الله قرار حضراتكم النهاردة بالذهاب إلى اللجان الانتخابية بالتصويت لصالح مصر هو منافسة حقيقية في حب هذا الوطن، هو استشراف لمستقبل مبهر ومشرق بنا جميعا إن شاء الله، هو رد لجميل الكثير ممن ضحوا بحياتهم وأرواحهم وبأجسادهم من أجل هذا الوطن. النهاردة دورنا إن احنا نصنع القرار، ودورنا إن احنا نصنع المستقبل. نشارك في الانتخابات، ننزل، ما نأجلش الموضوع ساعة ولا اتنين، ما نأجلوش لبكرة. النهاردة هو بداية الانطلاق في المستقبل، والنهاردة أو هذا اليوم هو اليوم الحاسم، وهذه اللحظة اللي بنتكلم حضراتكم فيها هي اللحظة الحاسمة لاتخاذ القرار بإصلاح هذا الوطن وتقديمه في صورة أفضل للعالم، وتقديم المصريين لأنفسهم في صورة أفضل وأبهى وأجمل للعالم، وكمان عشان نقدر نقول للأجيال اللي جاية إن احنا كنا جيل يستحق هذا الوطن، وإن احنا كنا ناس نستحق هذه الأرض المباركة التي باركها الله، وإن احنا كنا نستحق هذه التضحيات، وإن احنا كنا نستحق كل ما ضحي به وكل ما قدم من أجل هذا الوطن. خليني أكمل مع حضراتكم، وإحنا بنروح معاكم لأماكن مختلفة، وبنشوف معاكم النهاردة في قناة دريم مصر تقرر، بنشوف معاكم قرار المصريين في مواقع مختلفة. نروح مع حضراتكم للشق القانوني والدستوري، إيه الحاجات اللي المفروض نعملها، إيه الأخطاء اللي المفروض نتجنبها، مجموعة من النقاط والتفاصيل ناخدها من أهل العلم وأهل الخبرة، ونشوف مع حضراتكم ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري الكبير. صباح الفل يا دكتور منور. صباح الخير وتحياتي لكل من يتابع سيادتك. خلينا نبدأ مع حضرتك دكتور صلاح، ونعمل مع سيادتك رصد دستوري وقانوني لما يحدث في مصر الآن. قطعا، وده حاجة هامة جدا، إنما أنا بأجد نفسي مضطر اضطرارا وبحكم اللزوم المنطقي، وكنت أتابع سيادتك وعلى الشاشة، إن أول ما فتحت مراكز الاقتراع سيد رئيس الجمهورية أدلى بصوته، لازم أقف مليا أمام الإدلاء بالصوت، لأن أنا دايما من المنادين بأن القدوة قبل الدعوة، وأن التعريف قبل التكليف. اللي حصل من السيد الرئيس في صبيحة هذا اليوم والساعة 9 بالتمام، ذهب إلى مركز الاقتراع، أدلى بصوته، اختلى بنفسه عند الساتر، ثم غمس إصبعه في الحبر الفسفوري. هذه هي التي نقول عنها دوما القدوة قبل الدعوة. وطبعا التعريف قبل التكليف، فنأتي إلى الشق الدستوري. هناك عدة أمور دستورية هامة أنا أرى أن من أخصها موضوع بطلان الصوت. عملية الاقتراع دي عملية في غاية اليسر رغم أهميتها الشديدة والحساسة، إنما بيذهب المواطن بيوقع أمام اسمه في الكشف اللي في اللجنة، كل واحد عارف اسمه ولجنته ورقمه يقينا. يعني حضرتك ما تسأليني، أنا في لجنة الشهيد إبراهيم الرفاعي، اللجنة الفرعية بتاعتي 9، رقمي في الكشف 1447، بعد ما خلص البرنامج هنطلق إلى هناك. كل واحد عارف، لأن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت من التيسيرات ما يتمكن به كل مواطن أنه هو يعرف لجنته ورقمه في الكشف وما إلى ذلك، وعنوان اللجنة دون أي عناء وأي إشكاليات يعني في هذا. أهم نقطة أن الصوت ما يكونش باطل. يعني قضية، وأنا استمعت إلى البعض ممن يروجون أشياء كثيرة ضد الوطن، وأنا أسميهم، أطلقت عليهم حزب الشيطان، وحزب الشيطان ده طبعا بتولد، يعني أحيانا يتولد من رحم الإخوان ومن جهات أخرى كثيرة تكيل للدولة العداء والبغضاء. لا، ما حدش يبطل صوته. ابطال الصوت ده يجي بسبب ان شخص مش عارف، مش ان انا اروح عشان ابطل صوتي. المفروض في المساهمة السياسية كل واحد يروح ينتخب اللي هو عايزه. انا مش عاجبني نظام اغيره بطرق السلمية. الدستور نفسه قال تداول السلطة، التداول السلمي للسلطة، انما يمكن حزب الشيطان يعني عايز يهدم من دون ان يكون هناك بناء، ودي مسألة جدا خطيرة. ما يدفع إلى البطلان الصوت إن الشخص بكل بساطة يستخدم القلم الرصاص، لأن الحكمة من ذلك إنه ممكن يحصل محو.
ما يدفع الى البطان انه يكتب اسمه. وانا كنت اتابع سيادتك مع الاستاذ عبد الجواد وتحدث عن ان في بعض من كتائب الاخوان وبيقولوا بيكتبوا وصوروا الورقه. اولا تصوير بطاقه الاقتراع ديت مخالفه وجريمه، والتعليمات الهيئه الوطنيه للانتخابات اطلقتها بالنسبه للساده القضاه المشرفين على اللجان على صناديق الاقتراع ان اي حد يضبط في الموضوع ده لازم يتم اتخاذ اجراء قانوني معاه. احنا مش عايزين نلوح بالاجراءات القانونيه. يعني في يوم عرس النهارده انا بعتبره يوم عرس لانه بناء لمستقبل مصر الجديده. انما ما حدش يكتب اسمه على البطاقه، ما حدش يضع علامه يستفاد منها انه هو هذا الشخص، ما حدش يعلق صوته على شرط، لان احيانا يجي ناخب ويقول انا هنتخب فلان عشان هيوظفنا، ده اسمه تعليق على شرط يبطل الصوت. ما حدش يستخدم ورقه غير تلك التي اعطيت له. يضع على نفس العلامه على الاسمين. احنا عندنا اسمين، رقمين، رقم واحد ورقم اثنين، ما يضعش نفسها وهكذا. دي مبطلات الصوت، الشخص يتجنبها صوته هيكون سليم. يختار مين؟ دي مساله ترجع اليه حينما يذهب الى الساتر، ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع عليه وهيحكم ضميره. ما حدش قال له انتخب فلان ولا علان. يمكن انا هنا استاذه تحضرني شيء مهم جدا لاني من المعنيين بالانتخابات تدريسا ودراسه. فوجدت ان الخطاب اتغير في الفتره الاخيره بتاعت انتخابات 18 دي. والخطاب كله يركز على بيان اهميه وقيمه الصوت الانتخابي، مش حشد لفلان ولا علان. يعني حتى انا استمعت، تابعت سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مرشح، ما اتكلمش اطلاقا انتخبوني، ما اتقالتش منه. انا شخصيا ما سمعتهاش، انما انا سمعته بقول الناس تروح شيء. يعني اذا لغه الخطاب هنا متغيره بشكل جديد وهو الحشد امام الصناديق لبيان اهميه الصوت الانتخابي. الصوت الانتخابي مهم جدا. طب انا هرجع الى القضيه الدستوريه. هو الانتخاب ده طبيعته ايه؟ عايزه اخد من حضرتك وقفه في الجزئيه دي. احنا بنقول للناس ده حقك الدستوري. يعني ايه حقه الدستوري؟ انا هقول لحضرتك، انا هنطلق اليها قضيه الانتخاب. بيان طبيعته يعني هل هو حق ولا واجب، هو وظيفه ولا هو احد الحقوق. احيانا يخالوا للشخص ان الحق مطلق. يعني انا عندي حق الملكيه، ملكيه ارض، اقدر اعمل فيها اللي انا عايزها، استغلها، ابيعها، اصرف فيها، انتفع بيها الى اخره. بس في هناك قيود بترد على الحقوق. يعني انا ما اقدرش ابور الارض وما ازرعهاش وابني عليها البناء على الاراضي الزراعيه. يعني في بعض القيود. الانتخاب كان في جدل حوالين ما اذا كان حق او واجب. الى ان احنا جينا ايام دستور 14 لشرف، لاني كنت عضو لجنه خبراء اعداده، وحسمنا هذه القضيه، قلنا الانتخاب حق وواجب. يعني كانه عمله لها وجهين، الوجه الاول هو حق والوجه الثاني هو واجب. ودلاله ذلك ان الدستور نفسه قال يجوز الاعفاء من اداء هذا الواجب لبعض الفئات. طبعا الفئات المعفيه عشان برضو مشاهديك يعرفوا هم ضباط وافراد القوات المسلحه وضباط وافراد الشرطه، دول الناس المعفين. القضاة اللي بيشرفوا على الانتخابات دول مش معفين. هينتخبوا، هنتكلم على مقرهم الانتخابي هيكون فين. طيب يعني انا هستأذنك يا دكتور، احنا معانا على الهوا سيادتك ضيفنا ومشرفنا، معانا على الهوا بنتابع وبنشوف مصر فيها ايه دلوقتي زميلنا محمود عمر من الفيوم. محمود صباح الفل عليك، وانقل لي الصوره عندك وقول لي الاخبار ايه. ورؤساء اللجان كانوا موجودين، الموظفين المدنيين كانوا بيساعدوا. الحقيقه احنا في جوله تفقديه مع قيادات التنفيذيه والامنيه، والحقيقه الاقبال في الساعه، احنا بقالنا ساعه. استاذنك يا فندم، بس صباح الخير يا استاذه. انا معايا الوزير الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، وهيكلمنا على العرس اللي بيتم النهارده داخل محافظه الفيوم، لان الحقيقه الفيوم بتحتفل اليوم بانتخابات الرئاسيه، وسياده الوزير هيكلمنا على الاجراءات اللي اتخذت من اجل تسهيل عمليه انتخابيه المواطنين داخل محافظه الفيوم. صباح الخير معايا الوزير. صباح النور، اهلا بحضرتك. معليك اتكلمنا عن الاجراءات اللي اتخذت لتامين العمليه الانتخابيه والتسهيل على المواطنين في الفيوم. احنا بنقول ان الفيوم فيها 1,854,000 ناخب متوزعين على 424 لجنه في 6 مراكز. في ترتيبات تمت على اعلى مستوى من التنسيق مع الجهات الامنيه والتنفيذيه. اللجان الحمد لله
رؤساء اللجان انتظموا في عملهم منذ الساعة 9 صباحا. احنا ما زلنا في الساعة الأولى، الإقبال بيبقى دايما في الساعات الأولى للسيدات وكبار السن، لأنه الموظفين بيبقوا لسه في عملهم والطلاب في جامعاتهم. متوقع أنه الإقبال بيزداد الساعة 2 ظهرا، لكن الحقيقة فوق شفنا توابير من السيدات وكبار السن والشباب. أنا الله انه اهالي الفيوم هيعطوا صوره ايجابيه للغايه، والمشاركه هتبقى مرتفعه باذن الله. تفاصيل بين الاحتفالات اللي في شوارع الفيوم بقى اكتر من اسبوع، والان امام كل اللجان، انا حاسس النهارده ان احنا في حاله فرح داخل محافظه الفيوم، مش عمليه انتخابيه فن. هو فعلا في عرس ديمقراطي وفي يعني رغبه في المشاركه الحقيقه اعلى من كل المرات السابقه، والحقيقه الناس حاسه انه هي بقى ليها صوت وليها قرار في مسيره البلد ودفع التنميه والاستقرار، والحقيقه المؤشرات جيده جدا في هذه الانتخابات، والناس متفاعله، وشباب مجموعات من الشباب في حشد كبير للاصوات. فانا متاكد وبراهن على وعي الشعب المصري في كل محافظات مصر ومحافظه الفيوم تحديدا انه الاقبال هيبقى غير مسبوق باذن الله. شكرا معالي الوزير، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا محمد عمر، موفد صباح دريم لمحافظة الفيوم، وشكرا لسيد محافظ الفيوم. متابعنا مع حضراتكم رصد للإجراءات المتبعة أو المتخذة من قبل الدولة في محافظة الفيوم، وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن بحضراتكم وبمشاركتكم. نرجع للدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، ضيفنا اللي منورنا. دكتور صلاح، الحق الدستوري والواجب الدستوري، اتفضل. أنا كنت قبل مداخلة السيد محافظ بقول إن الانتخاب تم حسم طبيعته على هذا الأساس، أنه حق وواجب معا. هو حق لما الشخص يروح المقر الانتخابي يختلي بنفسه عند الساتر ويستخدم حقه، ينتخب فلان أو ما ينتخبوش، هذا حقه المطلق، وحقه لأن ده جزء من المساهمة السياسية لقيمته كمواطن. لكن الدستور قال هو واجب كمان، وأنا قلت واجب عشان بيتم الإعفاء من أداء هذا الواجب لبعض الجهات، وأنا أؤكد أن السادة القضاء والموظفين اللي موجودين في اللجان مش معفين، دول هينتخبوا، وهنقول على فين الموطن الانتخابي بتاعهم أن تسعى المقام. طيب اللي إنه واجب، اللي ما يأديش هذا الواجب أكيد بيسائل. هي فكرة الوجوبية قائمة بس على الإعفاء يا فندم؟ لا، مش فقط، ما أنا أقول لحضرتك أكيد هيسائل اللي يتقاعس عن أداء الواجب. لذلك جاء في قانون انتخابات الرئاسة اللي هو الرقم 22/2014، وبعده قانون مؤسسة الحدود السياسية 45/2014، في باب مكتمل بعنوان جرائم الانتخابات. من بين هذه الجرائم الامتناع عن الإدلاء بالصوت. صحيح العقوبة هي الغرامة بحد أقصى 500 جنيه ما لم يقدم عذرا مقبولا. يعني إذا ده بيؤكد فكرة الواجب، لأن اللي مش هيأدي الواجب هتوقع عليه عقوبة. لكني في هذا المقام وفي هذا اليوم اللي أسميه عرس ديمقراطي، أنا ما بحاولش أستدعي فكرة النصوص الجزائية الردعية، إنما تلقائية الممارسة وأهمية الصوت الانتخابي والمشاركة. وده بيحضرني في انتخابات سابقة في فرنسا، أنا كنت أناقش إحدى رسائل الدكتوراه في جامعة في جنوب فرنسا على البحر المتوسط تسمى جامعة نيس. ذهب في زيارة إلى مدينة كان، وفيها بعض الجزر في البحر المتوسط، ومنها جزيرة اسمها سانتو نورا، وفيها سجن قديم مزار. وجدت على الباب سيدة طاعنة في السن، إنما مرتدية لبس مارشال. قلت لها أنت بتشتغلي هنا؟ قالت لي كنت. قلت لها ده أنت كنت يعني في الريتريت في المعاش؟ قالت لي أنا سني 96 سنة. كنا بنقترب من نهاية اليوم، هنرجع في المركب، مش هترجعي معانا؟ قالت لا، انا قاعده هنا. طب ما بتروحيش المدينه؟ قالت اروح مرتين، المره الاولى اروح لطبيب الاسنان، والمره الثانيه عشان الاقتراع لفوت. قالت لي بس المره الثانيه دي اكثر اهميه من الاولى. يعني هنا الاعتراف بقيمه الصوت الانتخابي. انا عايز انتقل من هذا الموضوع الى مجلس النواب المصري. مجلس النواب الحالي يا استاذه قصوى فيه مقعد تم حيازته بفارق 11 صوت، يعني عدد بسيط جدا من الأصوات، ممكن 10-11 تؤدي إلى أن واحد ياخد الموقع الذي يتم التنافس عليه. وبالتالي أنا ما بستدعيش النصوص العقابية بقدر ما أستدعي أهمية الصوت وأهمية المشاركة السياسية. أنا مواطن لي
اهتمامات سياسية أنا بختار رئيس دولتي، أنا شريك في إنجاح رئيس الدولة، أنا شريك في عدم إنجاح المرشح فلان وهكذا. ده وعي سياسي كبير. لا شك أن الوعي السياسي في الفترة الحالية بدأ يتنامى، لذلك أنا أميل إلى عدم استدعاء النصوص العقابية، ولكن أن يتم التنمية السياسية والاعتراف بأهمية الصوت السياسي. فيه هو نقطة مهمة جدا، الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة عزيزة عليا وجدانيا يعني، لأني كنت حاملا الثلاث مواد دستوريا 208 و209 و210 وقت عمل الدستور، يعني في عقلي وقلبي وجداني. ضمن اختصاصاتها طلع قانون، يعني تم إصدار قانون الهيئة اللي هو 198/2017، المادة 3 منه حددت 26 اختصاص للهيئة. البند 15 على سبيل التحديد، وضمن اختصاصات الهيئة إنها تثقف الناس المواطنين وتوعيهم بأهمية المشاركة السياسية. وأنا استمعت لكلام الأستاذ عبد الجواد مع حضرتك في الفقرة السابقة مباشرة، يمكن إحنا قمنا في الجامعات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ومع الطلاب بعملنا أسبوع مكتمل، ليس في جدران بين الكليات الجامعة وداخل الجدران، بل أيضا مع المواطن خارج جدران الجامعة. إذن وظيفة التثقيف اللي الهيئة الوطنية بامتياز قامت بيها في هذه الانتخابات، لا شك أن دي كل ده بيصب في خانة أهمية الصوت الانتخابي، وليس استدعاء للنصوص العقابية التي يتم إنزالها على من يصار إلى اقترافه لجريمة أنا أسميها كذلك، لأنها ورد في باب جرائم الانتخابات جريمة الامتناع عن التصويت. طبعا رصد دستوري وقانوني من فقيه دستوري كبير الدكتور صلاح فوزي. خليني اخد حضرتك بقى الأسئلة الناس اللي الناس بتهتم بيها. لو مثلا بطاقة الرقم القومي منتهية او مكسور منها حتة مثلا او فاسدة بأي شكل، ده يؤثر على قدرته على التصويت؟ انا كنت مهتم بالموضوع ده، وطبعا اتابع الهيئة الوطنية للانتخابات وتعليماتها، لذلك صبيحة اليوم في احد المواقع الإخبارية أنا نشرت عن هذا الموضوع، لأن أنا حاسس أن ده يثير يعني استفسارات عديدة. بطاقة الرقم القومي إذا كانت منتهية مادام فيها الرقم القومي ممكن الإدلاء بها. الهيئة الوطنية للانتخابات من قبلها أكدت على هذا المعنى لسبب بسيط، لأن حتى لما بنجدد بطاقة الرقم القومي الرقم ما بتغيرش، بيظل هو 14 رقم سواء في البطاقة الحالية أو البطاقة القادمة أو البطاقة السابقة. وبالتالي ممكن أي شخص حاملا لبطاقة رقم قومي شريطة أن يكون 14 اسم مدونين فيها وبينين للموظفين بتوع الانتخابات، يذهب ويقترع وهيمضي أمام اسمه، لأن بتكتب من قبل الأمانة اللي هي بتاعة اللجنة الرقمين الأخيرين. فده السبب أن احنا بنقول 14 رقم يكونوا واضحين وظاهرين للعيان. فلا غضاضة في ذلك، ومفيش أي إشكال في هذا الأمر، وده نوع من التيسير، نوع من التبسيط. إيه الحكمة من الرقم القومي عشان 14 رقم؟ 14 رقم موجودة وخلاص، منتهية أو غير منتهية مش هي دي اللي بيعول عليها. يعني تاريخ انتهاء البطاقة، تاريخ الصلاحية، تاريخ نهاية السريان مش هي ديت اللي بيعولها، هو بيعول على الرقم. تمام. في نفس الشق برضو الأسئلة الأخرى، زي مثلا طيب الرخصة مكتوب فيها ال 14 رقم، الباسبور مكتوب فيه ال 14 رقم، هل يجوز استخدام أي وثيقة أو مستخرج آخر مكتوب فيه الرقم القومي؟ الهيئة الوطنية للانتخابات راعت هذا الأمر وقالت ممكن جواز سفر مميكن مدون فيه ال 14 رقم هكذا. وطبعا ده نوع من التيسير، فما يقسي عليه بقى يعني بطاقة نادي، بطاقة رخصة قيادة، ما فيش داعي للقياس عليه. خلينا نلتزم باللي قالته الهيئة، لأن ده نوع من التيسير. الهيئة الوطنية للانتخابات قالت بطاقة الرقم القومي سارية، إذا كانت مش سارية أوكي بدل فيها 14 رقم، جواز سفر بس يكون مميكن، مميكن موجود فيه 14 رقم انتز أوكي. إذن أمام المواطن العديد من البدائل. وأنا قلت لحضرتك إن إحنا بنقدر بكل بساطة نعرف، إحنا أولا بداية إحنا عارفين أيام الانتخابات 26/27/28، وده من وقت الجدول الزمني اللي عملته الهيئة، يعني نتكلم في فترة زمنية طالت وانقضت، لكن بجوار ذلك كل واحد عارف لجنته، فيعني ممكن يجهز نفسه، يجهز الأدوات أو الأوراق الثبوتية ديت يعني. وبكل بساطة هو يقدر يتصل يبعت رسالة من محمول على 51/51 أو من أرضي على 141 أو الموقع بتاع الهيئة، وده مسألة منشورة
election.eg.net خلاص على طول هيدخل ارقام الاربعه ويدوس استعلام هيطلع له كل التفصيلات الكامله. يعني تيسيرات بالغه الاهميه للكافه. طبيعي وضع الموقع الالكتروني للشخص اللي يقدر يستخدم نظم الاي تي. انما موجود التليفون الارضي وموجود التليفون وسائل متاحه المحمول. وده بيجرنا النقطه ان ال 26 اختصاص بتوع الهيئه في فقره اخيره في هذه الماده اللي انا اسلفت قبل اليها ماده 3 قالت ان الهيئه عليها انها تعمل كافه الاجراءات اللازمه للاقتراع الالكتروني والحفظ الالكتروني. بس هنا ده التزام دستوري يا استاذه خصواء. ليه؟ لان في الدستور في ماده بتلزم الدوله انها تمحو الاميه الهجائيه والرقميه. بس هنا في ترتيب، الرقميه هتيجي متاخره على الهجائيه، لان اكيد اللي أكيد يعرف الاي تي لازم يكون بيعرف يقرا ويكتب يعني. فالى ان يتم محو الاميه الهجائيه والرقميه هيصار الى فكره الاقتراع الالكتروني. بس عطفا على فكره الاقتراع الالكتروني اللي هي لسه مسائل لوجستيه كثيره وتجهيزات، الاقتراع لازم يكون بالشخص بذاته. يعني ما فيش وكاله في الاقتراع، هذه حتى واحدة. لاصحاب الـ 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 يعني القدرات الخاصه. هقول لحضرتك انا ليه بقول ده سؤال مهم. انا ليه بقول الاقتراع بالذات بالشخص؟ اولا قانون بشر الحدود السياسيه تكلم في المادتين، الماده الاولى والماده 44 منه، على ان الاقتراع بالشخص بنفسه. يعني بمفهوم المخالفه لا يوجد اقتراع بالوكاله ولا يوجد اقتراع بالمراسله. وليه انا اقول كده؟ لان في بعض الانظمه في بعض الدول تاخذ بنظام الاقتراع بالمراسله واقتراع بالوكاله. انما الماده 44 في حد ذاتها اللي اكدت على ان الاقتراع شخصي وبشخص، وضعت استثناء بالنسبه لحاله الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه ممن لا يستطيعون الادلاء بالصوت. هنا في نقطه، القانون نص على ان في هذه الحاله الشخص صاحب الحق في الادلاء بالصوت يسر لرئيس اللجنه اللي هو القاضي برغبته، والقاضي اللي يعلم له، ثم يتم وضع بطاقه الاقتراع في الصندوق. طيب يعني بمعنى اخر ما يقولش انا اخويا جايبني هو اللي هيعلمني. لا، الكلام ده غير صحيح. في اكتر من سؤال في الشق ده هرجع لسيادتك فيهم يا دكتور، بس نروح لزميلنا سيد موسى من مدرسه التوفيقيه بشبرا. سيد قول لي الاخبار عندك ايه؟ صباح الفل. صباح الفل زميلتي قصواء، برحب بيكي من محافظة القاهرة وبالتحديد من داخل المدرسة التوفيقية بشارع شبرا. يعني محافظة القاهرة دي بتضم عدد 44 لجنة عامة و823 مركز انتخابي. اجمالي عدد الناخبين في القاهره 7.5 مليون تقريبا، وانا بالتحديد واقف في داخل المدرسه التوفيقيه بشارع شبرا، وهي لجنه نسائيه شهدت منذ الصباح الباكر حتى قبل الفتح الرسمي لابواب الاقتراع عدد من النساء اصطففنا امام اللجان، وقامت الشرطه النسائيه بتفتيشهن وحرصهن وتاكيد عليهن بانهن يدخلن في ظروف تسمح لهن يعني بالتصويت. اما عن عمليه التامين فشهدت عمليه تامين يعني عاليه الدقه من جانب قوات الجيش والشرطه، وان شاء الله مستمرين مع حضراتكم في تغطيه العمليه الانتخابيه من محافظه القاهره على مدار اليوم ان شاء الله. سيد قول لي الاقبال عندك والكثافه ايه؟ شكلها ايه؟ احكي لي. الكثافة زي ما هو واضح في الصورة أمامي خلفي، يعني هناك إقبال يعني ملحوظ من النساء وحريصين وكل الحرص على أن يدلوا بأصواتهم حتى بالأعلام وبنشيد قالوا إيه زي يعني ما احنا عارفين. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد موسى زميلنا من شبرا. هنرجع لحضرتك تاني ونتابع معاك المشهد هناك ايه وبداية الإقبال، وإقبال كثيف في الساعات المبكرة من صباح فتح أبواب اللجان الانتخابية للاقتراع وللتصويت في انتخابات مصر 2018. أرجع لسيادتك دكتور صلاح ونكمل مع حضرتك الشق الخاص بتصويت الآخرين بالنيابة عنا. وقفنا عند إن القاضي هو الشخص أو المسؤول في حالة عدم القدرة على الاقتراع. هو المسؤول في حالة وجود حاجة بينة في الشخص اللي قدامي، ولا في كل الحالات لو أنا عندي رغبة في؟ لا، النص واضح جدا قال إذا كان عنده إعاقة تحول بينه وبين الإدلاء بالصوت. يعني
من أمثلة ذلك كأنه الإيدين مش موجودين أو فاقد للبصر وهكذا يعني. إنما ممكن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة وبيقدر يمارس حقه الانتخابي يعني إذا كان عنده رجل فيها إعاقة هيقدر يروح وينتخب وهكذا. بس أهم نقطة إن اللي هيدلو وهيعلم على البطاقة هو القاضي رئيس اللجنة وليس أي شخص آخر. دي نقطة يعني مش أخوه أو حد معاه موجود ويدخل معاه ويعلم له. لا ده ممنوع. ممنوع. طيب في حالة مثلا أهلنا اللي ما لا يجيدوا القراءة والكتابة هل يمكن أن هم يوكلوا لرئيس اللجنة الموضوع ده؟ ده سؤالك من أسئلة ممتازة جدا. ليه؟ في حاجة اسمها المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات والشفافية. الهيئة الوطنية انتخابات رعت كل هذه المعايير، من بينها من بين المعايير الدولية ان احنا عندنا حاجة اسمها الرموز والارقام والاسماء، ثلاث حاجات دول. الاسماء عشان اللي بيقرأ ويكتب، الرموز عشان اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب. يعني احنا عندنا رمزين في الانتخابات الحالية، عندنا النجمة والطائرة وعندنا رقمين، عندنا رقم واحد ورقم اتنين. كل دي تساعد الأشخاص الأميين الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة، وبالتالي يستطيع أي شخص لا يجيد القراءة والكتابة مش هيعرف أسماء المرشحين، إنما هيعلم قدام الرمز أو قدام الرقم وبأي علامة، يعني علامة صح يعمل كروس وهكذا بأي علامة. يعني مش مشترط علامة صح في التصويت، أي علامة تدل أن أنت عايز المرشح. إن أنا عايز، ولذلك الفرز يأتي يعني حتى في الدورات التدريبية للهيئة نظمتها للسادة القضاء كان يقول اعرف إرادة الناخب ايه. انا يعني لو واحد عامل شرطة كده هعرف اذا دي ارادتي ان انا حاطط الشرطة دي تحت العلامة دي او الاسم ده، يبقى ارادتي اتجهت لهذا، مش ضروري تبقى صح. مش ضروري تبقى يعني ممكن يبقى كروس، عامل كروس وهكذا. المهم ان انا يستبينوا لي كرئيس لجنة يعني اقوم على الفرز ماذا اتجهت إلى ماذا اتجهت إرادة الناخب. في النقطة دي وحضرتك بتقول صح وغلط، في مثلا ناس من أهلنا ممكن يروح يعمل صح قدام المرشح كذا وغلط قدام المرشح التاني، في الحالة دي الصوت هيبطل، ما يحطش قدام الاثنين، لازم يختار قدام واحد بس. الاختيار شخص واحد أو مرشح واحد بأي إشارة. بالظبط. بأي إشارة مفهومة بأي إشارة داخل الورقة. بأي إشارة مفهومة. طيب حضرتك طبعا يعني بنروح بعيدا عن الشق العقابي، لكن هو بيطرح بين العامة في الشارع انه المخالف هيطبق عليه او الممتنع او اللي مش هيحضر هيطبق عليه مخالفات والكلام ده، هل ده هيحدث واقعيا؟ هو واقعيا ايه اللي بيحصل؟ بعد الفرز اللي بيتم بتحرز كل المستندات، من بين المستندات، المستندات يعني بطاقات الاقتراع، ولكن من بين المستندات الكشوف، الكشوف دي احنا ماضيين فيها. انت حضرتك مشكورة عرضتي السيد الرئيس وهو بيمضي في الكشف بتاع امام اسمه، في اسماء طبعا ما راحتش، ده مش ممضي امامها، كل ده بيحل الهيئة الوطنية للانتخابات، بتحصر اسماء اللي ما راحوش من واقع هذه الكشوف وتحلها للنيابة العامة. النيابة العامة امامها حاجة من اتنين، اما انها تصدر اوامر جنائية بالغرامات او انها تنزلها المحكمة. احيانا من ناحية الواقع العملي بيكون العدد كبير، لان مثلا لو شفنا انتخابات روسيا الاتحادية كانت الاسبوع الماضي، نسبة المقترعين حوالي 70% تقريبا. 70% يعني بنتكلم فيه كتلة كبيرة ما راحتش، مش كبيرة قوي انما كبيرة، يعني 70% دي نسبة عالية جدا بالمناسبة من النسب المرتفعة يعني، انما في كتله ما راحتش تقدر بالملايين، لان انت بتتكلمي في الجسم الانتخابي مثلا الحاله المصريه حوالي 59 وشويه، خلينا على 60 يعني. يعني تقريبا بنقترب من حاجه 60 مليون. فيعني لو النسبه 90% يبقى بتتكلمي في 3 مليون ما راحوش مثلا. ده احيانا النيابه العامه تجد ان من الملائمات تغض الطرف، لانها مش هتعمل اوامر جنائيه لثلاثه عقاب جماعي كده هيبقى صعب يعني. احيانا ذلك. وانا اميل الى هذا رغم وجود النص يعني، ورغم ان في قاعده قانونيه بتقول اعمال النص خير من اهماله. طبيعي، انما مع ذلك في الشان الانتخابي انا عايز شخص بالتلقائيه الذاتيه وباحساسه الوطني وبادراكه لاهميه الصوت الانتخابي هو اللي يذهب طواعيه الى صناديق الاقتراع. دكتور صلاح، عايز اخد من حضرتك كلمه ختاميه تخاطب المواطن المصري وتقول له ايه النهارده؟ انا اقول للمواطن المصري الرهان دوما على المواطن المصري، المواطن المصري بالمطلق. طبعا انا هعمل ترتيب
الترتيب ده يمكن ترتيب بروتوكولي، فهضع المرأة الأول لأن لازم المرأة توجد الأول، ويليها الشباب لأن هم دول المستقبل، ويلي الشباب باقي فئات المجتمع. طبعا أنا عارف أن في فئة عزيزة علينا جدا اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الاحتياجات الخاصة دول يأتوا في موقع متميز مضيء للغاية. هذه التشكيلة، هذا الجسم الانتخابي العظيم يرسم صورة مصر، يرسم المستقبل. حتى كبار السن، أنا لا أتفق مع كبار السن الذين يصفون أنفسهم بأن مستقبلهم خلفهم. أنا يعني أكيد من كبار السن، بس عمري ما أقول أنا مستقبلي ورا ظهري، أنا أقول مستقبلي في أبنائي وأحفادي. إذن المستقبل هو في الأبناء، في الشباب، في الأحفاد، وهكذا. دي حاجة مهمة للغاية. هذا الشعب العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في مكافحته للإرهاب، الإرهاب الأسود اللي هيقضى عليه يقينا، أنا أقول له يوم العرس الخاص بالمصريين جميعا، يوم الرسالة التي توجه لكل ربوع العالم، الرسالة القوية اللي هتقنع العالم كله بقيمة وقدر الشعب المصري أكثر وأكثر، لأن قيمته معروفة، هو الاصطفاف أمام مراكز الاقتراع. وطبعا ما يستناش شيء، لأن عادة أنا أقصد ما يستناش شيء أنا أعمل إسقاطا على أمر مهم. عادة النبتة حتى تنتج ثمارها لابد أن يتاح لها فترة زمنية كي تخترق جذورها الأرض وترتفع بساقها فوق الأرض، ثم بعد ذلك يأتي الثمار وتتساقط. إنما يقينا ممكن يكون في مخصبات، والمخصبات إذا استخدمت الثمار تنزل بسرعة، ويقينا ديت هتكون في بؤرة الاهتمام إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري الكبير، نورتنا وشكرا جزيلا ليك. ومصر أفضل بعظمائها وبالناس العظيمة اللي فيها. شكرا يا دكتور. بنكمل مع حضراتكم، وبفكر حضراتكم اليوم هو يوم صناعة التاريخ القادم، اليوم هو يوم صناعة المستقبل اللي جاي إن شاء الله أحسن بالمصريين. ننتظر حضراتكم وننطلق الآن من مصر تقرر، ونعود مع حضراتكم على قناة دريم في مصر تقرر. أقول لشبابنا وولادنا ما تقولوش إنه صوتي مش هيأثر، لا، صوتك واجب، مش عشان يأثر أو ما يأثرش. لازم ندي رسالة للعالم كله ونقول إنه المصريين هم اللي بيختاروا، المصريين بيأدوا واجبهم، بيعملوا حقوقهم، فلازم كلنا ننزل ونقول صوتنا ونختار اللي احنا عايزينه. انزلوا تشاركوا بصوتكم، محدش يقول لا انا صوتي مش هيفرق، لا هيفرق جدا جدا. ما تقولش هنقف في الطوابير، ان شاء الله الدنيا هتسهل جدا جدا، بس لازم تشارك وده حقك. انا مش هقول غير حاجة واحدة لكل مصري ومصرية، صوتك وصوتك هي وردة بتحطوها على قبر جوزي الشهيد وقبر كل شهداء الوطن، صوتك وصوتك هي رصاصة في إيد جيشنا وشرطة.
بنكمل مع حضراتكم وبنشوف معاكم النهاردة، وإحنا بنقول عرس ديمقراطي وبنقول انتخابات وبنقول تصويت وبنقول في النهاية بعيدا عن فكرة المنافسة، اليوم المنافسة في حب الوطن، اليوم الخروج من أجل مصر، اليوم التصويت من أجل صورة مصر أمام العالم، من أجل دماء الشهداء التي ذهبت من أجل المصريين، من أجل الكثير من الإنجازات التي تحققت بأيادي مصرية. النهاردة إحنا بنأدي دورنا وبنكمل هذه اللحمة الوطنية وبنكمل مسيرة مصر على خطى المستقبل المشرق بإذن الله. وإحنا بنتكلم عن كل ده لازم نشوف قدامنا كده المرأة المصرية. المرأة المصرية منورة من آلاف السنين، من أول حتشبسوت العظيمة المصرية وصولا إلى الآن وما قبل ذلك بآلاف السنين. بنتكلم عن تاريخ مشرف من إنجازات المرأة المصرية في مصر، إنجازات مصرية بأيادي نسائية مصرية. النهاردة نتكلم مع حضراتكم في هذه الفقرة خصصناها للمرأة المصرية، وإحنا شايفين مع حضراتكم مع ضيوفنا ومع شبكة مراسلي قناة دريم معاكم من الصبح، شايفين الستات مصر قاعدين وبيسقفوا ومبسوطين واخدين الموضوع بشكل مبهج جدا وبشكل حيوي ومنور جدا جدا جدا، وبنرسم صورة مصر بأيادي النساء المصريات بأيادي نسوية خالصة. النهاردة بدأنا معاكم اليوم بالستات اللي قاعدة بشكل مكثف جدا وكبير أمام اللجان اللي انتظرنا التي انتظرنا فتح اللجان عشان يدخلوا ويدلوا بدلوهم النهاردة ويصوتوا في حب مصر وفي اختيار مصر وفي منافسة في حب هذا الوطن. النهاردة بنبدأ مع حضراتكم ونتكلم عن المرأة المصرية. المرأة المصرية تاريخ مشرف وواقع مشرف ومستقبل مشرف مع اثنين من سيدات مصر، من عظيمات مصر زي ما بنقول عظيمات مصر. نورانا النهارده استاذه داليا زياده مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطيه الحره. صباح الفل. صباح الخير. وكمان استاذه دينا حسين عضو مجلس القومي المرأة ورئيس لجنه الشباب بالمجلس. صباح الفل يا استاذه دينا. صباح النور. وخليني ابدا معاكي استاذه داليا، قولي لي الاول رصدك للمرأة المصريه كده في الحاله اللي احنا فيها دي. المرأة المصرية هي اللي بتتصدر تقريبا كل المشاهد السياسية الكبرى اللي حصلت الفترة اللي فاتت، صحيح. سواء كانت مشاهد تمرد ورفض أو كانت مشاهد تثبيت قواعد الدولة وضمان الاستقرار. والحقيقة في يمكن تفسير علمي شوية لده، لأنه المرأة في مجتمعاتنا عموما هي الأكثر شعورا بالخطر، لأنها بتعرف نفسها وهويتها طول الوقت بانتمائها لأسرة معينة. فحتى انتمائها هي إما أم فلان أو زوجة فلان أو كذا، فده بيخليها وهي عماد البيت، لو صلح حالها صلح حال البيت. فبالتالي بتكون هي دايما بتتصدر المشهد، مش بس عشان تمثل نفسها في حدث معين لكن أو تدافع عن حقوقها حتى الخاصة، ولكن دفاعا عن هذه الأسرة، ومش بس أسرتها الصغيرة بالضبط، ولكن الأسرة الأكبر اللي هي الوطن. علشان كده مش غريب أننا نشوف أكبر كتلتين مؤيدين للرئيس السيسي في كل اللي حصل قبل كده كانت المرأة والأقباط، وده تحديدا لأن هم الأكثر شعورا بخطر اختطاف الهوية، خطر تغيير حتى كمان شكل الحياة جوه مصر وغيره، خطر الإرهاب. ما كانش أروع الحياة من أمهات الشهداء اللي خرجوا وبإصرار وبعزيمة كاملة بيقولوا انزلوا شاركوا، لأنه كده يعني كأننا بنرد الجميل لهؤلاء الشهداء اللي لولاهم ما كناش قدرنا نوصل لليوم ده النهاردة. طبعا طبعا. بقول لحضراتكم وبفكركم ان احنا معانا على الشاشة الارقام الخاصة بوزارة الداخلية. دور حضرتك النهاردة ان انت تكون اعلامي وان انت تكون رجل امن وان انت تكون مواطن وان انت تكون انسان قبل اي شيء. دورك النهاردة ان انت تكون مصري. اي حاجة غريبة قدام حضرتك الارقام على الشاشة لازم حضرتك تتواصل وتبلغ عنها، مهما كانت بسيطة بالنسبة لك قد تكون امتداد لعمل اخر كبير. فخلينا نكون النهاردة في شكل مشرف ومبهر جدا. التواصل مع هذه الأرقام. كمان بفكر حضراتكم كبار السن من المصريين أصحاب القدرات الخاصة، أيا كان حضرتك مش عارف توصل للجنة أو تروح اللجنة، تواصل مع الأرقام اللي على الشاشة قدام حضرتك. دي أرقام خاصة بقطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية لتقديم الدعم والمساعدة في هذه النقطة. أرجع لحضرتك أستاذة دينا وصباح الفل عليكي، وقولي لي برضو رصدك باعتبار حضرتك بقى لجنة الشباب والمجلس القومي للمرأة، كلام كبير كده، فعايز أعرف من حضرتك
قصدك لحالة المرأة المصرية برضو في الحالة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي؟ صباح الخير. انا شايفة ان احنا زي ما كده كل الناس بتقول المشهد اللي احنا بنبقى فيه ده عرس تاريخي. يعني الناس بتطلع بجد حاسة ان احنا عندنا احتفال واداء دور مهم جدا لازم نقوم بيه جميعا. وانه في الحقيقة ده زي ما بالظبط استاذ داليا قالت انه ده مش جديد على المرأة المصرية. هي اساسا من اول النزول 30 يونيو لحد وقتنا هذا وهي ليها دور, ومن أول الثورة طبعا وهي ليها دور ومشاركة ووجودها في الأرض مهمة جدا جدا. وفي الحقيقة يمكن على مدار السنين اللي فاتت كل ما يشهد من انتخابات أو تغيير في الدستور أو أي صناديق, في الحقيقة المرأة طول الوقت كانت على متصدرة للمشهد. ملكة الصناديق دي حقيقة, ملكة الصناديق فعلا. ده خلينا طول الوقت إحنا أولا لأن هي فعلا بتحس بالخطر بشكل كبير جدا, هي بتحاول تحافظ جدا جدا على البلد, حاسة أن هي دورها مهمة قوي ولا يقل عن دور أي حد, بالعكس هي ليها الحق في إدلاء صوتها. كمان ده خلانا إحنا طول الوقت بنشتغل مع السيدات على مستوى جميع الانتخابات سواء كانت رئاسية أو محلية أو مجلس شعب. احنا في الفترة من في المجلس القومي للمرأة من 28 يناير لحد 23 مارس قبل فترة الصمت الانتخابي, واحنا قمنا بحملة اسمها صوتك لمصر بكرة. صوتك لمصر بكرة دي وصلنا فيها في الفترة دي في 56 يوم ل 3.5 مليون سيدة بأسرهم. فكرة الحث الانتخابي سواء وده على مستوى 27 محافظة. طبعا احنا عندنا 27 مقر على مستوى الجمهورية, أعضاء المجلس بالكامل كانوا بينزلوا على المحافظات ان هو ازاي نقدر نحث الناس على أهمية الانتخابات. دورك ما وقفش عند ان انت حطيتي البلد في مرحلة كويسة, لا دورك لازم يكمل ولازم نستمر لانه طول الوقت الخطر موجود, لانه طول الوقت انت لازم تكوني مهتمة جدا بإدلاء صوتك سواء كان في خطر او ما فيش خطر. ده حق انتخابي وحق أصيل للمرأة زيها زي الرجل بالظبط. وفي الحقيقة الحملات دي كانت منها لقاءات جماهيرية, وكانت في حملات طرق أبواب في الكفور والنجوع, ودي بتبقى حاجة صعبة جدا جدا للوصول ليها. كان استشعرتوا ايه من الستات بالظبط؟ هو ان الستات قد ايه حاسين ان بجد عليهم مسؤوليه. يعني حتى كمان مع الطبقات المختلفه جدا اجتماعيا, لا هم حاسين ايوه طبعا انا هطلع ادي صوتي, ايوه طبعا انا هنزل انتخب, انا هاخد ولادي وانا نازله. على فكره ده دور تاني, دور انه الست بتخلي الاولاد عندهم حث وطني للوطن, في انتماء, وهو ده على فكره مسؤولية تانية. دي حقيقة مسؤولية تانية. يعني أوقات كتير ممكن يكون الأب أنا هروح انتخب بعد كده هطلع على الشغل, لا الست تكون مهتمة جدا, إحنا في حدث عائلي إحنا نازلين ننتخب, فبتاخد الأولاد معاها وده مهم. فكرة أن أنت يبقى عندك ولاء للدولة ده مهم, فكرة أن هم يبقوا فاهمين أن الدور لازم يكملوه ويقوموا بيه ده مهم. وهو ده اللي إحنا استشعرناه جدا من الستات سواء كان بمستوياتهم المختلفة جدا, أنه لا إحنا نازلين وهناخد ولادنا معانا وهننزل نقول صوتنا ايا كان. وده كان مهم بالنسبه لنا جدا, احنا ما بنقولش لحد ينزل ينتخب مين, احنا بنقول للناس حافظي على وجودك في الانتخابات, حافظي على صوتك وانزلي قوليه ايا كان ايه هو. استاذه داليا نرجع بقى بالعجله الزمن الى الوراء ونقف عند 30 يونيو. خلينا نعمل مع حضراتكم كده ومع مشاهدينا والستات الحلوه اللي بتتفرج علينا, رجاله كمان يحاولوا يتعلموا شويه, بنعمل معاكم رصد بقى من 30 يونيو للنهارده. نقف معاكي عند 30 يونيو ومشاركه المراه المصريه في صناعه هذا الحدث العظيم وصناعه هذا التاريخ. الحقيقة يعني قبل ما ادخل في 30 يعني بما اننا جبنا سيرة الرجالة, انا متوقعة والله مشاركة كبيرة من الرجالة المرة دي. يعني احنا شفنا في تصويت المصريين في الخارج كان في مشاركة ذكورية جديدة, هي جديدة علينا صحيح لكنها جديدة علينا, برافو بالضبط. فانا اتوقع انه هينعكس ده كمان على المشاركة الداخلية, وهنلاقي ده طبعا هيعكس اهتمام ومسؤولية كبيرة الفترة الجاية. بالنسبة ل 30 يونيو, هي انا شايفة 30 يونيو بالاساس هي كانت ثورة على من ارادوا خطف الهوية المصرية, واللي هي جماعة الإخوان المسلمين تحديدا. جماعة الإخوان لم تكن فقط جماعة فاسدة في الحكم بمعنى أنها لم تستطع إدارة العمل السياسي, وضعت يعني رجالها أو أهلنا وشعبنا على رأي مرسي في الحكم, ولكن أيضا كانوا بيحاولوا أن يشوهوا الهوية المصرية بشكل عام, حاولوا يفرضوا صورتهم على المصريين, يفرضوا شكل الجماعة وتعميمها على المصريين. فما كان إلا من المرأة المصرية أنها تتصدى
تخرج، هم كانوا طول الوقت بيتهموها بانها هي التي تقود حزب الكنبه، هي اللي قاعده طول النهار قدام التلفزيون بالظبط، ومتضايقه صحيح بس ما بتنزلش وما بتتحركش. المراه كسرت كل ده ونزلت وشاركت وبالعكس احنا حتى في يوم 30 يونيو تحديدا احنا كنا بنسمع صوت الستات اللي خارجة من الميدان اعلى من اي صوت اخر. الهتافات كان صوتها نسائي. فكان اعتقد ان كانت دي بداية لان الست المصرية قالت انا موجودة وانا اقدر وانا اللي بعمل التغيير. وده ترجم بشكل جميل جدا في مرحلة ما بعد 30 يونيو من استحقاقات بقى اللي حصلت. طبعا بقى لها تواجد في البرلمان، المجلس القومي للمرأة والنشاط الهائل اللي بيقوم بيه من وقتها، واخرها الحقيقة يعني انا مبهورة بالاحصائيات دي الحقيقة، انه في الوقت القصير ده 3.5 مليون سيدة بأسرهم يعني طبعا حاجة يعني رقم قياسي الحقيقة في وقت قصير، فمجهود مشكور. زائد ان المرأة بقت موجودة وزيرة، بقينا بنتكلم حتى على انها تبقى رئيسة وزراء ومش اي نساء، لكن نساء مستحقات يعني مش موضوعين كديكور، هي مستحقة لهذا المنصب. معيار الكفاءة في الموضوع يعني. وده اللي قاله الرئيس في الاحتفالية الأخيرة، قال هي في الحقيقة احنا مش بنمن على المرأة بحاجة، لا هي فعلا على قدر وعلى كفاءة وبناء عليه مستحقة فتقدر تكون موجودة. طيب واحنا بنكمل في مسيرة المرأة نشوف رصد المرأة في البحيرة، خلينا نشوف زميلتنا جمالات الدمنهوري من موقع صدى البلد موجودة في البحيرة، مراسلة قناة دريم. صباح الفل عليكي جمالات، وقولي لي بقى الأخبار عندك ايه هناك واحكي لي المشهد عندك. الو صباح الخير. الو طب صباح الخير تاني. صباح النور. قولي لي المشهد عندك شكله ايه يا جمالات؟ المشهد عندي في اقبال من المرأة ومن كبار السن على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية. تمام. وحتى كمان من كبار السن اللي هم ذوي الإعاقة بيتنقلوا بين اللجان، وهنا اللجنة العامة للانتخابات مخصصة لهم لجان خاصة بيهم في الأدوار الأرضية. تمام. خاصة بالذوي الاحتياجات الخاصة وبكبار السن. وفي واحد من الإخوة المسيحيات برضو على اللجان الانتخابية. طيب قولي لي الحالة الأمنية كده وعملي لي رصد للمشهد الأمني. إجراءات أمنية مشددة يا فندم من رجال الجيش والشرطة. إجراءات أمنية مشددة من لجان الجيش والشرطة في محيط اللجان وبداخل اللجان وأمام أبواب اللجان. قولي لي الإقبال كثيف وبدأ الساعة كام؟ مع الساعة 9 الناس بدأت تتوافد؟ الإقبال بدأ الساعة 9 بالظبط، بدأ ضعيف وبدأ يعني يبقى فيه توافد شوية بشوية، لأن لسه لحد الآن الساعة 10:30 أو 11. والمرأة دلوقتي كلها كل الناخبين في شغلهم، فبيبدأ التوافد يزيد من بعد الساعة 2. تمام هنتابع معاكي جمالات. اتفضلي أنا سامعاكي معاكي. لا السيدات وخاصة كبار السن. طيب أنا هتابع معاكي جمالات دمنهوري من موقع صدى البلد مراسلة قناة دريم، شكرا جزيلا ليكي من محافظة البحيرة. عملنا مع حضراتكم رصد سريع لمحافظة البحيرة. المرأة وكبار السن هم الأكثر إقبالا حتى الآن، وإحنا بنتكلم في الساعات الأولى، ومع ذلك المواطن المصري كان منضبط دايما، مش هنقول دايما بقى لكن المرة دي المواطن المصري كان منضبط في الحضور. لكن الحقيقة عايزة أرجع لك بقى أستاذة داليا، وإحنا بنتكلم عن، خلينا نبعد شوية عن حتة المرأة، المواطن المصري عموما ملاحظة ان احنا بقينا موضوع المواعيد في ممارسة الاستحقاقات، وهرجع لك فيها برضو أستاذة دينا، بقينا منضبطين فيها يعني، بقينا الساعة 9 الناس موجودة، الساعة 8 الناس قاعدة على الباب. صحيح، احنا على فكرة يعني يمكن البحيرة هي الاول رسالة تيجي انه ما فيش توافد كبير، لكن احنا شايفين من الصبح الناس طوابير واقفة على اللجان المختلفة. ناس كتير عايزة تنجز ده حتى قبل ما تروح شغلها، يعني اعطت الاولوية للتصويت في الانتخابات قبل ما تروح الشغل. وده المرة دي هو في فرق، بس انه وضع امامنا تحدي. انت بممارستك للديمقراطية، اولا هي اول انتخابات احنا فعليا ننزل فيها غير مضطرين، يعني كل الانتخابات اللي قبل كده احنا بننزل لملء فراغ كرسي ما. حتى منصب الرئيس نفسه عمر ما كان بيبقى الرئيس موجود جوه المنصب واحنا بنصوت. دي عمرها ما حصلت. فدي اول مرة فعليا المواطن حاسس انه نازل، طوعا هو نازل عشان يمارس حقه وفقط. هذا الحق عشان نوصل له أريقت على جوانبه الدماء لسنين طويلة، ما وصلنا لهوش بسهولة وما زالت للأسف لغاية النهاردة. عندنا تحدي كبير قوي، هو تحدي الإرهاب. الأغبياء اللي راحوا من يومين في الإسكندرية
عملوا هذا التفجير اللي هم الإخوان، حركة حسم الإخوانية حسب ما أعلنت الداخلية، هم تخيلوا أن كده هيرهبوا المصريين، لكن ما يعرفوش أن بالعكس اللي كان بيفكر مرة ومرتين أنزل ولا لا أو صوت هيرجع ولا لا خلاص أنتوا بدتوهم رسالة بالضبط، إحنا بنتحداك ورينا هتقدر تعمل إيه. فعشان كده هنشوف، أنا متوقع أن هنشوف على مدار الثلاث أيام اللي جاية مشاركة غير مسبوقة وغير متوقعة، لأن المصريين فعلا بيتلموا على بعض في وقت الخطر. صح أستاذة دينا، وإحنا بنتكلم عدينا 30 يونيو وداليا عملت لنا رصد كده، برضو خليني أقف معاكي بقى في المرأة جوه من بعد 30 يونيو، وحتى مثلا خلينا نقف عند عام المرأة، وليلي بقى الدنيا أخبارها إيه كده من وجهة نظرك. بصي خليني أقولك في الأربع سنوات من بعد 30 يونيو فعلا الأول قبل ما ندخل على عام المرأة، المرأة حصل لها إيه التغيرات أو إيه المكتسبات اللي إحنا خدناها أو قدرنا إن إحنا نحققها من خلال إرادة سياسية موجودة. طب إحنا هنقسم لثلاث حاجات، كسر حاجز سياسي وفي على مستوى السياسات وفي على مستوى التشريعات والقوانين. كسر حاجز سياسي إن أنت بقى عندك أول مستشارة أمن قومي، إن أنت عندك أول سيدة محافظ محافظة البحيرة طبعا، عندك أول نائبة محافظ بنك مركزي، عندك أعلى تمثيل وزاري 20% وده لم يسبقه في مصر. الأمل في اللي جاي برضه. الأمل في اللي جاي، لا ما احنا هنتكلم عن التطلعات بقى اللي جاي، احنا عندنا تطلعات مختلفة بالظبط كده. أعلى تمثيل برلماني طبعا بنسبة 15%، ده كسر الحاجز، ده كسر الحاجز السياسي اللي كان طول الوقت زي تابو مش قادرين نكسره، وده كان لازم يكون في إرادة سياسية واضحة وعايزة تعمل ده. الحاجة التانية على مستوى السياسات، إعلان عام المرأة 2017 عام المرأة المصرية، كمان اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ودي اللي أطلقها الرئيس في الحقيقة كمان تحت استراتيجية 2030، وبالمناسبة دي أطلقت في الأمم المتحدة إن إحنا أول بلد على مستوى العالم تطلق استراتيجية لتمكين المرأة تحت استراتيجية 2030. كمان إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة كان في خلال الأربع سنين دول. على مستوى التشريعات، تغليظ عقوبة التحرش، الختان، الميراث، أي قانون تنظيم عمل قانون المجلس القومي للمرأة. الباكج دي كلها لما تحصل على مدار الأربع سنين تبقى متأكدة أنه أولاً في تحرك جامد جداً على الأرض، في شغل سنين بيبدأ نشوف نتاجه في الحقيقة، لا يعني ما نقدرش نغفله أنه يبقى من اتجاه واحد، لا المجتمع المدني ياما اشتغل على قضية المرأة وعلى حصول مكتسبات أعلى، كمان يكون في إرادة سياسية واضحة نحو التحرك ده. احنا بقالنا سنين بنشتغل على قضية المرأة لكن ما كانش في تحرك سياسي واضح وإرادة سياسية. ده خلينا نتنقل بعد كده على عام المرأة المصرية. انا هقف معاكي قبل المرأة المصرية عشان احنا برضو النهاردة هنروح للمرأة. بس يعني خليني اخد معاكم مرأة اخرى، زميلتنا آلاء ابو العز من جريدة اليوم السابع، صحفية في اليوم السابع وموجودة في اسكندرية. صباح الفل يا آلاء، منورانا. آلاء صباح الفل. طيب احنا عندنا مشكلة في الصوت، هنرجع لها ونشوف برضو المشهد في اسكندرية شكله ايه، وبنتابع مع حضراتكم المشهد طول النهار. دي معنا لقطات من اسكندرية ومعنا بس مباشر من اسكندرية ومحافظات مصر المختلفة طول النهار هنكون مع حضراتكم. عايز ارجع لك تاني استاذة دينا، قبل ما نروح لعمل المرأة، حضرتك قلتي نقطة مهمة جدا انه متوفر ارادة سياسية واكتر من حاجة عدتيها في التغيير، لكن عايزة برضو أربط ده مع كلام داليا في الجزء الخاص بأن المرأة المصرية بقى عندها رغبة وبقى عندها لهفة وحب أنها تثبت نفسها. هل ده كان دافع حقيقي أن المجتمع كله يتغير لما هي أوجدت الرغبة الحقيقية بهذا الكم جواها؟ بصي انت المجتمع فعلا بيتغير بشكل سريع جدا جدا. الثورة طبعا لعبت دور كبير جدا، فكرة السوشيال ميديا من بعدها لعبت دور كبير جدا. التغير ده أظهر دور المرأة كان موجود هو، ولكن إظهاره وفكرة إزاي نقدر نثبته هو ده اللي كان مختلف، وهو ده اللي حصل من بعد الثورة وبالأساس كمان حصل من بعد 30 يونيو. فكرة أن أنت تكوني قادرة وفكرة أن أنت تكوني واثقة وفكرة أن أنت تكوني عارفة أنت بتعملي إيه، وده اللي احنا يمكن عملناه في حملة إطلاق التاء المربوطة. حملة التاء المربوطة، أنت قوية، أنت منتجة، أنت عندك تاء مربوطة، هي سر قوتك، هي مش سر ضعفك. يمكن كان عندك رسائل كتيرة جدا من قبل الثورة هي فكرة سر ضعفك، هي فكرة أن التاء المربوطة هي فكرة الانهزام الانكسار، وفعلا ده حاجة مش موجودة، بدليل وجود الست في مناصب وزارية وفي مناصب قيادية وفي مناصب إدارية، وجود الست
حتى كمان اللي موجودة في البيت على فكرة هي لا تقل دورا عن اللي موجودة في الوزارة، ولكن ازاي تكون واثقة في نفسها وتكون منتجة بشكل حقيقي. وانا معاكي وبنكمل كلام. احنا شايفين فضيلة شيخ الازهر الامام الاكبر يدلي بصوته في العملية الانتخابية والتصويت الان، ومتابعين مع حضراتكم على الهواء مباشرة. وكمان برضو معنا زميلتنا هناء ابو العز صحفية باليوم السابع موجودة في اسكندرية. صباح الفل يا هناء، منورانا هناء. طب هناء مش مكتوب لنا بقى نكلم هناء النهارده. طيب خلينا ارجع لك دينا وخليني اخد راي داليا قبل ما اجي لك في النقطه دي. استاذه داليا، المراه المصريه الجزء اللي اتكلمت فيه دينا بخصوص ان هم لما راحوا خبطوا على البيبان وطلبوا من 3.5 مليون مراه ان هم يكونوا موجودين، قالت لها اه طبعا احنا هنشارك وهننزل وده دورنا. الجزء اللي انا بتكلم فيه بقى ان ده ما كانش موجود قبل كده من سنين، يعني لو كنت هتروحي تخبطي على نفس الست من سنين ما كانتش هتقول كده. وعي المرأة وثقافتها اختلفوا نتيجة للمتغيرات اللي حصلت؟ طبعا بالتأكيد. هو يعني انا متفقة جدا مع الأستاذة دينا ان المرأة كانت متواجدة طبعا طول الوقت، هي بس دورها اللي ما كانش ظاهر، ويمكن احيانا في فئات معينة من المجتمع هي ما كانتش عارفة حتى تشارك ازاي، هي عاوزة بس مش عارفة، محدش بيساعدها. احنا كان في مرحلة للأسف كانت المرأة او فكرة حقوق المرأة عموما بتستغل من القيادة السياسية كفكرة ديكور سياسي، انه احنا طول الوقت هنختار ناس بعينها من خلالهم. حتى كمان لما كانت بتتعمل المشروعات الحقيقة كان بعضها طبعا يعني حتى يعني لا نكحف البعض حقه، كان بعضها بيؤتي بتغييرات كبيرة جدا في المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه النساء، لكن كان دايما الهدف من وراها هو التسويق السياسي للقيادة السياسية وقتها. لكن دلوقتي في إخلاص شديد قوي من القيادة السياسية لأنه فعلا عاوز ينمي المرأة، لأنها أحد الأعمدة اللي الدولة قائمة عليها، مش لانه انا محتاجها عشان اجمل صورتي، لا، لان من غيرها الدوله المصريه دي مش هتستمر. فبالتالي الستات شعرت انه احنا دورنا، احنا لينا دور مهم، احنا من غيرنا مصر ممكن تقع وتنهار، فاحنا القادرين اننا نحافظ عليها، فبالتالي لازم احنا كمان نطور من نفسنا ونتعلم حاجات جديده. كمان المراه الحقيقه ما نجحتش بس في الكام سنه الاخرانيه في المناصب السياسيه وكده، لكن كمان احنا شفنا ده انعكس رياده الاعمال مثلا. بالظبط بالظبط، بنات صغيره خالص، مشروعات مبتكره كمان، ومشروعات حلوه وماليه الدنيا صح، وبمبادرات شخصيه، واحيانا بيستلفوا الفلوس من اهلهم مبالغ بسيطه قوي، ومبالغ ارقام 2000 جنيه و3000 جنيه حاجات بسيطه كده، وينزلوا ويعملوا مشروعات ويقفوا في الشارع وما يتكسفوش، ودي في حد ذاتها بتقول حتى استغلال السوشيال ميديا كمان بعضهم عمل مشروعات على السوشيال ميديا. فده كله فتح المجال امام المرأة المصرية انها تقول انا موجودة، انا اقدر اعمل واقدر اترجم الرغبة اللي جوايا دي لعمل حقيقي. وده اللي بينعكس كمان على المشاركة السياسية وعلى حالة الاستقرار اللي احنا فيها، يعني نبص حوالينا ونشوف الدول التانية مفيش مقارنة الحقيقة يعني. لا، وده كمان هيخلينا نبص على، لو هنتكلم بقى على الحالة الاقتصادية للبلد، هو في الحقيقة الإرادة السياسية الخاصة بالدولة اشعرت بشكل كبير جدا ان طول ما في فجوة نوعية ما بين الرجل وما بين المرأة هو مش هيحصل نهوض الدولة. النهوض اقتصاديا حقيقي لازم بيمثل 50% ايكوال 50%. فلو ده مش متحقق ومش موجود انا هفضل ابني وفي الاخر مش هجمي، ببني في الفاضي يعني ببني في الفاضي، بتهدر طاقتك. المشكله عندي بالاساس، يعني احنا لما عملنا التكلفه الاقتصاديه للعنف ضد المراه في مصر كانت تخض جدا، كانت في الحقيقه ارقام بالنسبه للدوله خلتها بتغير تماما منظورها لفكره انه ازاي اقدر لا اناهض العنف ضد المراه، ازاي اقدر احميها، بينعكس اقتصاديا لانه بينعكس اقتصاديا. احنا اتكلمنا بقى انه لو انتم مش شايفين انه بينعكس اجتماعيا وسياسيا وكل حاجه، انتم لا، لازم تعرفوا انه كمان بينعكس اقتصاديا، والدوله بتتكلف قد ايه لو الست طول الوقت بقى عندها عنف ضدها باي شكل من اشكال. فكره حتى لو كان العنف في العمل، حتى لو كان عنف مش شرط يكون عنف منزلي فقط لا غير، ولكن ده بتتصدره الدوله بس بشكل غير مباشر. لما الدوله قدرت تفهم عرفت انه لا انا كده مش ماشي في المسار الصح، فبدات يبقى الاصلاحات كمان على سبيل المراه في نفس الوقت. عايزه اجيلك بقى من عام المراه لدلوقتي،
وطبعا الشباب والمجلس القومي للمرأة، فمنطقتك بقى اتفضلي. أيوة. بصي احنا في عام المرأة عملنا حاجات كتير قوي في الحقيقة، منها اولا اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ودي كانت تحتها اربع محاور. احنا حاليا ماشيين في ظل هذه الاستراتيجية، انه التمكين السياسي والاقتصادي والتشريعي والاجتماعي والحماية. المحاور دي بيمشي تحتها كل حاجة، احنا ماشيين على رؤى هذه الاستراتيجية، نوصل ان احنا نوصل لعشرين تلاتين ازاي، بارقام عاملة ازاي، هو ده بالنسبة لنا كان مهم جدا. فاحنا بالنسبة لنا لو هنتكلم مثلا على نسبة قياس الأثر، لو بنتكلم ده كله تحت الاستراتيجية، نسبة قياس الأثر ده على المشاركة السياسية، لو مثلا نسبة الإناث عندي حاليا في الانتخابات 44%، أنا عايزاها 20-30 على حسب الاستراتيجية تبقى 50%. تمام. لو أنا عندي نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 15%، 20-30 عايزاها 35%. ليه الأرقام دي بقولها؟ علشان هي دي اللي احنا بنشتغل على اساسها. لو انا مش حاطه لنفسي رقم ومش حاطه لنفسي هدف، انا مش هعرف اوصل. همشي في مسارات كتير جدا لكن في الاخر مش هتكون محققه. علشان كده احنا طول الوقت قدامنا، وفعلا الرئيس كان مشكور جدا ان هو صدق لنا على هذه الاستراتيجيه، علشان تكون مش احنا بس، مش المجلس القومي للمرأة بس، ولكن اجهزه الدوله بالكامل، كمان اجهزه الدوله بتعمل مرصد رسمي، والمرصد ده لفكره تنفيذ هذه الاستراتيجيه. المرصد ده بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ومع الحكومة بالكامل. ده اللي هنقدر نقيسه على اساسه احنا ماشيين بخطة صح ولا احنا لسه محتاجين ان احنا نراجع هذه الارقام علشان نقدر نوصل ليها. من المفروض ان الارقام دي تحقق، وده طبعا تحدي كبير جدا جدا. اللي هو من اساسه بدانا فيه عام المرأة المصرية. لكن احنا كمان عايزين نتكلم على ان احنا اشتغلنا على حاجات كتير قوي، مش على المستوى السياسي بس، ولكن على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي تقافي. اشتغلنا بالظبط، اشتغلنا على مستوى كمان وجود البطاقات الرقم قوي. احنا عملنا في عام 2017 498,000 بطاقة رقم قومي للسيدات. كمان اشتغلنا على التمكين الاقتصادي، 40,000 مستفيدة للتمكين الاقتصادي. اشتغلنا على الادخار والاقتراض، 18,000 مستفيدة. اشتغلنا على برنامج مختلف تماما، ده بقى مثلا البرنامج الخاص بلجنة الشباب، كان برنامج مع اللي نبقى. مع اللي نبقى ده على ازاي اقدر على المتزوجين حديثا والمقبلين على الزواج، انا عايزة اشتغل اجتماعي. انا عايزة اشتغل ان انا احافظ على اكبر تقدر اقتصادي، يعني اقتصادي واجتماعي وسياسي وكل حاجه على فكره. بتبوظ الاجيال بقى اللي جايه، انت مطلع اجيال عندها مشاكل نفسيه، اب وام انفصلوا، مشاكل نفسيه وعقد وحاجات كتير، مهما قدمت له مش هتقدم له الدعم بتاع الاسره الحقيقيه اللي موجوده. احنا محتاجين بدل ما احنا نفضل طول الوقت، طبعا احنا بنشتغل على المستوى التشريعي، لكن بما اننا بنشتغل على المستوى التشريعي محتاجين نشتغل على المستوى الاجتماعي. فين مشاكل الاسره بالاساس؟ الناس محتاجه تتعلم يعني ايه جواز، تتعلم ايه هي المسؤوليه، تتعلم يعني ايه اطفال، وبناء عليه لما تدخل في الديناما دي ما تحسش بالخضة، ما تحسش بالالتزام المفاجئ، وبناء عليه بقرر ان انا انفصل. لما بنتكلم عن اعلى نسب طلاق، وعلى فكرة احنا مش مصر اعلى نسب طلاق، علشان بس ده تردد كتير جدا في الفترات الاخيرة، لكن احنا نسبتنا عالية، ما بنقولش لا. طب نحل ده ازاي؟ نحل ده بان احنا يكون عندنا برنامج مهني بشكل كبير. واحنا خلصنا اول برنامج في القاهرة والجيزة، وعلى البيج بتاعتنا الناس مش مصدقة نفسها من كتر الاستفادة اللي استفادتها. وهو ده العائد بالنسبة لنا، ان احنا هننمي الناس اجتماعيا، وهننميهم ثقافيا، وهننميهم سياسيا، وهننميهم اقتصاديا، وكمان حافظ على الأجيال. نعمل منظومة بقى. كمان احنا من خلال البرنامج ده حافظنا على أولادهم، اديناهم الكورس مصغر جدا على قد سن الأطفال في نفس التوازي، بحيث نكون خدت الأسرة كاملة، أب وأم وأطفال. داليا، خليني وأنا بقى بختم بقى كده، احنا عملنا رصد جامد جدا يعني. خليني أختم معاكي. الستات النهاردة بقى، الست المصرية والرجل برضو المصري اللي موجود، لكن خلينا نقول إن دور المرأة دايما هو الدور الأم، اللي هي بتأم المجتمع اللي حواليها، بتأم الأسرة اللي حواليها. خلينا نقول عن إمامة المرأة النهاردة، أو فكرة إنها الأم لهذا المكان. تعمل إيه النهاردة؟ إيه المطلوب منها؟ حتى لو رايحة تشارك ورايحة تتصوت في الانتخابات، المفروض سلوكياتها تكون شكلها إيه؟ تروحش لوحدها طبعا. يا ريت ما تروحش لوحدها، كلنا دايما طبعا تاخد كل الجيران والأصحاب وكل الناس مسيرة طبعا. وعليها ان هي بقى تنتبه للإجراءات اللي هتقوم بيها داخل اللجنة، تبقى عارفة كويس قبل ما هتوصل ايه الخطوات اللي هتعملها، بحيث لان ده مهم علشان توفر اكبر وقت ممكن جوه اللجنة للآخرين ان هم يدخلوا ويصوتوا
هم كمان، لان احيانا في ناس بتدخل بتوه جوه اللجنه تضيع 5 أو 10 دقائق، في حين ان الخمس او 10 دقائق ممكن يصاد فيهم 3 أشخاص. فده حاجه مهمه انها تكون اريه القواعد، وهي منشوره على النت في كل حته، يعني تقدر تلاقيها بسهوله، او حتى تتصل برقم الهيئه الوطنيه للانتخابات او 140 عليه كل التعليمات، وعليه كل يا اما 15 او 140 عليه كل التعليمات وكل التفاصيل وكل حاجه، وهتروح لجنتها وهتوصل. وانا متاكده ان مش بس دورها هينتهي هنا، ده هتكون بداية بقى المرحلة جديدة. احنا الفترة اللي فاتت كنا بنثبت قواعد الوطن، خلاص بتصويتك النهاردة الوطن استقر، نبني بقى المرحلة الجاية هي تعلية القواعد بقى. ان نبني المستقبل ونبني اللي جاي. خلينا نقول كمان ان احنا يعني ده علشان السيدات كلهم اللي نازلين للانتخابات، اولا لازم تبقي عارفه الرقم القومي بتاعك تدخليه تعرفي لجنتك عشان تسهلي على نفسك. الحاجه الثانيه انه احنا عندنا غرفه عمليات على مدار الثلاث ايام في المجلس القومي للمراه، رقمها 15115. الرقم ده مهم جدا، اي انتهاك حضرتك قادره تشوفيه بلغي عنه، كلميهم. اي مشكله بالنسبه لك كلميهم بلغي، احنا موجودين من 9 الصبح ل 10 بالليل على مدار 3 أيام، غرفة عمليات كاملة للانتخابات للسيدات أو أي شكاوى من أي نوع. 15115 بالضبط، ده الخط الساخن. تمام، نورتوني وعظيمات مصر، أهلا بكم، وإن شاء الله اللي جاي أحسن بكم وبكل الناس الحلوة اللي بتتابعنا وبكل الناس اللي قلبها على البلد دي. بشكرك أستاذة داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة. صباح الفل عليك ونورتيني. صباح الفل وألف شكر. وبشكر أستاذة دينا حسين رئيس لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة، نورتيني وشكرا جزيلا ليك. بشكركم، وبنكمل مع حضراتكم وإحنا بنتكلم عن تاريخ مصر العظيم، وبنتكلم عن واقع مصري عظيم، وبنتكلم عن مستقبل مصري إن شاء الله يكون أعظم مما فات. يا رب بإذن الله كلنا النهاردة دينا تكون في إيدين بعض، في إيد مصر، عشان نعدي هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، وعشان نصنع مستقبل يكون أفضل لينا وبينا ولولادنا وبولادنا بإذن الله. خليكم معنا، مصر تقرر من قناة دريم. أقول لشبابنا وولادنا ما تقولوش إنه صوتي مش هيأثر، لأ، صوتك واجب، مش عشان يأثر أو ما يأثرش. لازم ندي رسالة للعالم كله ونقول إنه المصريين هم اللي بيختاروا، المصريين بيأدوا واجبهم، بيعملوا حقوقهم، فلازم كلنا ننزل ونقول صوتنا ونختار اللي احنا عايزينه. انزلوا تشاركوا بصوتكم، محدش يقول لا انا صوتي مش هيفرق، لا هيفرق جدا جدا. ما تقولش هنقف في الطوابير، ان شاء الله الدنيا هتسهل جدا جدا، بس لازم تشارك وده حقك. انا مش هقول غير حاجه واحده لكل مصري ومصريه، صوتك وصوتك هي ورده بتحطوها على قبر جوزي الشهيد وقبر كل شهداء الوطن. صوتك وصوتك هي رصاصة في إيد جيشنا وشرطتنا لدحر الإرهاب وأعداء الوطن. يوم 26 القادم يوم الاثنين أنا هقوم الصبح، هنزل أروح على اللجنة بتاعتي، أنا عارفاها كويس وحددها ومعايا الرقم، وهدخل اللجنة وهقول اللي بصوتي في الانتخابات، هقول إيه جوه، دي قضية ضمير، ولكن أنا لازم أروح أنتخب. الأيام بتاعت الانتخابات دي بتاعتكو، لأن أنتوا اللي هتاخدوا قراركو، مش حد هياخده لكو. أنا بالنسبة لي هروح أنتخب علشان ده حقي قبل ما يكون واجب. يعني أنا بنزل صناديق الاقتراع عشان أقول رأيي، علشان لما أنا أختار حد معين أقدر يبقى ليا الحق أن أنا حاسبه بعد كده. عدم المشاركة هو سلبية، يعني خاصة يعني كبار صغار سيدات، الجميع لازم ينزل يشارك ويقول رأيه. العملية الانتخابية مهمة جدا ان احنا نكون كلنا موجودين ونقول رأينا. ده عرس بيبقى عرس جميل قوي، فأكيد كله بيتحفز ان هو ينزل العرس ده، لان ده بيبقى فرح الحقيقة، فمفيش حد ما بيحبش الفرحة. حق البلد علينا، وحق يمكن اقول الشهيد علينا، وحق مستقبل بلدنا علينا انها تبقى احسن وتبقى امان وتبقى استقرار، ان احنا ننزل نشارك في الانتخابات.
يعني أنا بتمنى أن شعب مصر اللي دايما كان واقف علشان حماية مصر والدفاع عنها مع الجيش والشرطة طبعا، أن الست المصرية بالذات أنها تبقى في الصفوف الأولى. سعيدة بتصويت المصريين في الخارج، ومتهيألي دي رسالة قوية من غير ما نقول أي حاجة للمصريين في الداخل، أنه دي المرحلة اللي إحنا منتظرين الواجبات. إحنا لينا حقوق كثيرة جدا، إنما زي ما في حقوق في واجبات، وأيضا أنه هناك حرب، وحرب شرسة ما نعرفش العدو بتاعنا فين. فمتهيألي أنه تضافر المصريين في الداخل وفي الخارج مهم جدا في هذه المرحلة. في مصر بس الضحكة واللمة الجميلة، والرغيف بيكفي عيلة بابتسامة قريبة. في مصر بس هتحس دايما بالأمان، بفترة هتلاقي الإيمان والقلوب الطيبة. في مصر بس الضحكة واللمة الجميلة، والرغيف بيكفي عيلة بابتسامة قريبة. في مصر بس هتحس دايما بالأمان، بفترة هتلاقي الإيمان والقلوب الطيبة. لما تلاقي عيون مليانة بص شعبها
مصر تقرر، مصر تصنع المستقبل، مصر تجمل الحاضر وتجمل الواقع، مصر تنطلق اليوم في مسيرة جديدة وبداية جديدة ومحطة انطلاق جديدة للمستقبل، مستقبل إن شاء الله بأيدي مصرية خالصة سيكون أفضل مما كانت حتى التوقعات أن نصل إليه. خلينا نتكلم مع حضراتكم في هذه الفقرة النهاردة في مصر تقرر، نتكلم مع حضراتكم عن الجزء اللي بنتكلم فيه من الصبح، الجزء الخاص بأن العالم عينه علينا. يعني إيه العالم عينه علينا؟ يعني إيه العالم شايف النهاردة وهيتابع النهاردة المشهد المصري؟ طول الوقت بنقول إحنا ننزل ونشارك لأن الناس برة بتبص علينا، الناس بتقيم المشهد. طيب طبيعة هذا التقييم لمصر في هذه المرحلة في الأيام الثلاثة الخطيرة جدا من عمر الوطن، تقييم هذه المشاركة من وجهة نظر عالمية، الدول والتكتلات الكبيرة والأقطاب الاقتصادية والسياسية العملاقة في الخارج هيبصوا علينا إزاي؟ الثقل المصري هيتغير بعد هذه الانتخابات، هل هيتغير البعد المصري من خلال المشاركة ونسب المشاركة؟ نشوف كمان الصحافة الأجنبية والصحافة العالمية والعربية بتبص على مصر إزاي، ومتربصة للانتخابات المصرية إزاي، ومتربصين لنسب المشاركة إزاي، ما بين قارئ ومطلع جيد على المشهد وما بين متربص. النهاردة هتكون دي وقفتنا مع ضيفنا الكريم اللي منورنا، الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير عليك وعلى مشاهديك، أهلا وسهلا. مصر تقرر، والنهاردة القرار المصري إن شاء الله يكون للأفضل بإذن الله، وإن شاء الله المنافسة دائما هي في حب الوطن، والنهاردة المنافسة الحقيقية هي المنافسة على حب مصر. خليني أقف مع حضرتك عند يعني إيه العالم اللي بره عينه علينا؟ سؤال مهم جدا. العالم دائما وأبدا عينه على الدولة ذات التأثير في محيط الإقليم ومحيط الدولة. لما تتحدثي عن المنطقة العربية بمجملها كده، أنت بتتحدثي عن المنطقة التائهة، هي تعيش في حالة تيه سياسي، الظروف الدولية والتكالب الإقليمي والتكالب الدولي عليها إلى حد كبير جدا مخيف، القضية الفلسطينية وما وصلت إليه، الوضع داخل الساحة السورية، الوضع في اليمن، الوضع في ليبيا، الاضطرابات الموجودة في لبنان وعدم ميزان الحياة السياسية الموجودة فيها، الوضع في العراق، العلاقات العربية في أدنى مستوياتها. في ظل هذا المشهد بشكل أو بآخر العالم يترقب انتخابات رئاسية تجرى في مصر. تلت عدد سكان العالم العربي، دولة الاتزان في المنطقة، دولة محورية قربت من القضايا أو بعدت عنها، لها تأثير بالغ فيها ما فيش كلام. فمن هنا بيراقب هذه الانتخابات، أداء هذه الانتخابات شكله إيه، حجم المنافسين اللي في المشهد إيه، حجم المشاركة السياسية هيكون إزاي، في حرية وفي شفافية في هذه الانتخابات ولا لأ، في شكل من أشكال الضغوط بتمارس على الناخبين للإدلاء بصوتهم، ولا الناس راحة بأريحية وناحة فرحانة بهذا المشهد. دي كلها أسئلة مطروحة بتطرحها وسائل الإعلام بتنوعاتها وأيديولوجياتها، بحكم لهم مراسلين عندنا وبحكم أنهم بيراقبوا العملية الانتخابية حتى لو بشكل غير مباشر، سيبك من المراقبة الرسمية أو المراقبة اللي هي القانونية، لكن بشكل أو بآخر أنت أمام هذا المشهد وامام والعالم قريه صغيره، احنا عارفين متواصلين كلنا دلوقتي، مفيش دوله في معزل عن دوله اخرى حتى مهما كانت مغلقه على نفسها. فوجهه نظري ان حجم المراقبه لهذا المشهد تتاتى من امور متعدده. الامر الاول، من القادم الى الصندوق، من الذاهب الى الصندوق، رجال، نساء، سيدات، الفئات المشاركه علامه مهمه جدا في هذه العرس الانتخابي. الجزئية الثانية، ودي جزئية مهمة جدا، حجم المشاركة ايه، شكله ايه، ده مهمة جدا، لانك انت عندك كتلة تصويتية من لهم حق الانتخاب، ثم الكتلة اللي هتذهب الى الصندوق نسبتها كام من هذه المشاركة، بتساوي 20%، بتساوي 30%، بتساوي 50%، بتساوي 60% في نهاية الثلاث ايام. الجزئية الثالثة، التعبير في هذا المشهد، حتى وان كان نظرة العالم انك انت امام انتخابات تكاد تكون محسومة من طرف ضد طرف آخر، باعتبار أن الطرف الآخر قادم إلى هذه الانتخابات في آخر لحظة وفي آخر مرحلة، وبدرجة أو بأخرى ما عندوش قاعدة شعبية أو رؤية لهذا المشهد. فهو بيراقب هذا المشهد، البديل الطبيعي ليها إن هو إنك أنت راحة إلى الصندوق بحجم المشاركة. المراقبة تأتي من خلال حجم المشاركة، لأن حجم المشاركة معناها رضا عن الواقع الانتخابي، معناها جزء من صناعة والمشاركة في المستقبل، معناها رسالة إلى القادم إلى سدة الحكم. لأن النهاردة
بعد انتهاء العملية الانتخابية هيكون هناك مرشح فائز بالتأكيد، وخلينا نتكلم بهذا الشكل بعيدا عن لأن احنا في مرحلة انتخابية. فالقادم لهذه الانتخابات بحجم المشاركة دي هيتعاطى مع أمور كثيرة جدا، خصوصا إذا كانت الدولة في مرحلتها الأولى أو فترة 4 سنين الأولى أخذت المشاريع القومية أو المشاريع العملاقة كبيان أو كأساس. المرحلة التالية بقى هناخد المشاريع الصغيرة وثقة الصلة بالمشاريع العملاقة، ولا هنظل نمارس هذا الدور من خلال المشاريع العملاقة ولا لأ؟ شكل الأداء الحكومي إيه؟ هل هيختلف؟ الأحزاب السياسية وتكتلاتها ورؤيتها في المرحلة القادمة، خصوصا أنك أنت أمام أحزاب سياسية عنوانها الصريح فشل، لأنها لم تستطيع أن تفرز في النهاية شخص يستطيع أن ينافس أو برنامج موازي أو برنامج مقابل يستطيع أن يطرح نفسه للشارع. فالمشهد السياسي ده ما بعد الانتخابات الرئاسية العالم يترقب دي هيكون بهذا الشكل، ولا هتكوني أمام تكتلات سياسية في النهاية هتكون أمام 10 أحزاب 5 أحزاب 6 أحزاب 20 حزب سياسي وشكل من أشكال التنافس عليها. دي كلها يعني قراءات وأسئلة بتطرح نفسها في خلال المرحلة القادمة. طيب خليني أخد مع سيادتك وإحنا على الهوا كده زميلنا مصطفى رماح. مصطفى هو مندوب موقع صدى البلد في غرفة عمليات وزارة الداخلية. الصحفي مصطفى رماح صباح الفل عليك. صباح الخير مصطفى، قول لي الاخبار عندك ايه وحضرتك دلوقتي موجود في غرفه عمليات وزاره الداخليه؟ بالتاكيد عندك نهايه كل الاحداث الامنيه اللي بتحصل، هل في محاضر قيدت؟ هل في امور معينه خارجه او مخالفات حصلت؟ خليني اسمع منك مصطفى. تمام يا فندم، احنا موجودين دلوقتي في غرفه عمليات وزاره الداخليه، شايفين الوضع من عندنا هنا امن بدرجه كبيره، في تكثيف في التواجد امام في محيط اللجان وتكثيف عدد الناخبين، شايفين الاعداد بتتزايد. غرفه العمليات لغايه دلوقتي لم تتلقى اي بلاغات بوجود اي مشاكل او اي محاضر. وزاره الداخليه نشرت سيارات لتحرير محاضر في محيط اللجان، ولكن حتى الان الغرفه لم تستقبل اي بلاغات عن تحرير محاضر هناك. في دوريات امنيه حوالين اللجان يا مصطفى؟ عفوا مستمعي، في دوريات امنيه بتمر حوالين اللجان في الشوارع الخارجيه بره؟ بالفعل وزير الداخليه كان وجه في اجتماعه الاخير مع الساده المساعدين بتكثيف الدوريات الامنيه في محيط اللجان والطرق والمحاور المؤديه اليها. طيب انا هتابع معاك على انا بسمعك، اتفضل. هي بتتابع عن طريق الشتات والكاميرات الموجوده في الشوارع السيارات والحالة الأمنية في محيط اللجان كلها، ولغاية دلوقتي الحالة الأمنية مستقرة والطرق الحالة المرورية الطرق مستقرة جدا. يعني طرق المرورية الحالة المرورية كمان الأمور مستقرة فيها من خلال الشاشات بتاعتها؟ جيدة جدا، يعني ما فيش أي بلاغات إن في كثافات في بعض المحاور. طيب أنا هتابع معاك، لكن قول لي الموضوع الخاص بالأرقام الخاصة بكبار السن اللي أطلقها قطاع حقوق الإنسان، هل في تواصل تم عليها حتى الآن؟ بالفعل حصل تواصل، قطاع حقوق الإنسان امبارح كان خصص 3 أرقام للتواصل مع كبار السن علشان يخصص لهم أرقام تنقلهم للجان الانتخابية بتاعتهم. تمام. وبالفعل القطاع النهارده فعلا استقبل عدد من المكالمات بس لسه ما عندناش الأعداد النهائية يعني. وتم فعلا التواصل معاهم وتوصيلهم للجان. يعني تم التطبيق فعلا الفعلي. بالفعل ده بالإضافة للرقم اللي خصصته وزارة الداخلية امبارح، علشان في تغيير زي ما انت عارفه، تغيير لبعض اسماء المدارس لاسماء الشهداء. وزاره الداخليه خصصت رقم للناخبين يتصلوا عليه يعرفوا اسماء المدارس الجديده بتاعتهم ورقم اللجنه. تمام، انا بشكرك مصطفى ونتابع معاك. مصطفى رماح مندوب موقع صدى البلد، الصحفي في صدى البلد، موجود في غرفه عمليات وزاره الداخليه، وقال لنا الحاله الامنيه جيده جدا وممتازه، وقال لنا ان ما فيش حتى الان محاضر قيدت بخصوص اي مخالفات او اي حاجات مش مظبوطه حصلت، كمان الحاله المروريه جيده جدا والشوارع زي ما نقول كده الطرق كلها جاهزه للخروج الى ممارسه هذا الحق الدستوري وهذا الحق الإنساني قبل أي شيء دعما لهذا الوطن. خليني أرجع لك دكتور مختار، وإحنا بنتكلم بقى عن المشهد الخارجي والصورة الخارجية، خلينا نقول الصحافة العربية، نبدأ بالصحافة العربية، توجهها كان إيه ورصدها كان إيه وصولا حتى الأمس في أو اليوم لو حضرتك اطلعت على بالتأكيد طبعا في الحالة اللي مصر بتتجه لها في هذا الحق الدستوري؟ شوفي، لو أنت خدت الوضع العربي بمجمله هتلاقي الوضع العربي ما بين مترقب لهذه الانتخابات وما بين مشجع ومساهم فيها وما بين وضع معاكس لها.
لانه المشهد ثلاثه في الوضع العربي زي الوضع الاقليمي والوضع الدولي. لو اخذنا الدول وثيقه الصله بمصر الى حد كبير جدا بتحفز هذه الانتخابات والى حد كبير جدا بتدعو للمشاركه اليها او بتتحدث عن المشهد الانتخابي برؤيته ومجمله العام. وامام مشهد ثاني بالتاكيد هو يترقب شكل المشهد الانتخابي ايه، حاله الاقدام ايه، بيحاول يقيس الوضع الاستفتاء او وضع الانتخابات اللي اجريت بالنسبه للمصريين في الخارج ويحاول يقيس ده وانعكاسه ده على الداخل. والنسب المتقاربه في هذا الموضوع انت هتكون امام نسبه 20% 25% 30% 40% و لاخره. فالمشهد الانتخابي من خلال وسائل الاعلام اذا كانت عربيه على فكره ومش مختلفه قوي عن الاقليميه او الدوليه بتتاتى من خلال هذا السياق. حجم المشاركه وده اساسي، قياس حجم المشاركه في الخارج وانعكاسه ده على حجم المشاركه اللي موجوده في الداخل، لان ده سؤال بيطرح نفسه وبقوه، خصوصا ان وسائل الاعلام تداولت بانه كان هناك حجم مشاركه الى حد كبير جدا ملموس موجود في الخارج، وانه من الممكن انه يكون ده انعكاسه ايجابي على الداخل. الجزئيه الثالثه ودي جزئيه مهمه جدا، ان هل هيكون هناك شكل من اشكال التحدي في النزول الى الصندوق بصرف النظر عن من سوف تعطيه صوتك في النهايه بحجم المشاركه دي، وفي النهايه تكون رسالتك الى العالم الخارجي رساله ايجابيه بهذه المشاركه. دي شكل الترقب اللي موجود، وان كان الكل مدرك بانه الى حد كبير جدا الانتخابات تكاد تكون محسومه. طيب الرؤيه العالميه بقى حضرتك تطرقت لها ببساطه كده في الحديث، لكن خلينا نركز عليها اكتر. الرؤيه العالميه الصحفية تحديدا، ما بين مقالات، ما بين اتجاهات صحفية لمؤسسات صحفية عملاقة حول العالم سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في غيرها، كان التوجه العام ليهم إيه بخصوص هذه الانتخابات؟ شوفي، هي لو أنت خدت الوسائل زي الجارديان زي نيويورك زي غيره من هذه، هتلاقي المنشطات الرئاسية هي مسألة العملية الانتخابية. لكن لما بتيجي تخش للأعمدة الصحفية، مش عايز أتطرق إلى مسميات الرأي بالذات، هتلاقي الأعمدة الصحفية بتتطرق إلى حجم المنافسة، شكل المنافسة في هذه الانتخابات، التحفيز على مشاركة المصريين في هذه الانتخابات والنزول إلى الصندوق بدرجة كبيرة. الجزئية الثالثة انه احيانا في احدى المقالات انا اطلعت عليها يمكن اول امبارح تقريبا، هو كان بيتحدث عن تغيير المشهد السياسي ما بعد الانتخابات الرئاسية. يعني هل من الممكن بما سوف يتم في هذه الانتخابات ان ينعكس ده سياسيا على الواقع السياسي المصري داخليا ده في المرحلة القادمة؟ الجزئية الثالثة انه بهذه الانتخابات وثبات استقرار الوضع السياسي، هيكون ده محفز للاستثمار. انت دولة بتبحثي عن الاستثمار وتبحثي عن توجهات اقتصادية المفترض في خلال المرحلة القادمة، خصوصا انك انت عندك مشاريع انت قومتيها، وهذه المشاريع هي في حاجة الى اموال تضخ من خلالها عشان تبدأي المرحلة الانطلاقة الأهم بالنسبة للمواطن الداخلي. المشاريع بقى اللي انت هتعمليها، الشكل من أشكال التعاطي الحكومي مع الوضع الداخلي، إذا كنت داخلة في نهضة تعليمية، داخلة في مشروع رعاية صحية متكاملة، الملفات الكبيرة دي، هل الملفات الكبيرة دي هيكون في شكل من أشكال المساهمة والتحفيز الخارجي ليها باعتبار بأنه الوضع السياسي المصري الداخلي أصبح في شكل من أشكال الاستقرار ده؟ هل بعد الانتخابات الرئاسية هنشهد إنهاء لملف المواجهات الأمنية أو المواجهة مع الإرهاب، وهذا الملف هيغلق وهتبدأ التعاطي مع مرحلة جديدة؟ دي كلها أسئلة بتطرحها وسائل الإعلام. يعني ما بتاخدش المشهد الانتخابي كمشهد انتخابي منفصل عن الموقع السياسي وعن الظروف السياسية وعن علاقتك بالقوة، بتاخد المسألة بأبعادها الكبيرة. لأنه النهاردة لما أكون أمام مشهد انتخابي الى حد كبير جدا المشهد الانتخابي ده يكاد يكون محسوم، وبموجب هذا الحسم هل هناك اختلاف جذري في شكل إدارة مصر للسياسة الخارجية وعلاقتها بالقوى الإقليمية والقوى الدولية المترتبة على هذا المشهد، ولا هيكون هناك ثبات في هذه العلاقة؟ دي مسألة بتطرح نفسها وبقوة. يبقى العالم مترقب في اللحظة دي طبعا، لأنه احنا في منطقة الشرق الأوسط كاريزما الرئيس او شخصيه الرئيس هي بتصنع دور كبير جدا من صناعه السياسه الخارجيه او العلاقات الدوليه والعلاقات الاقليميه. والعالم بيترقب لانك انت ما انتش بعيده عن المشهد الساخن اللي انا اشرت معاك اليه، يعني لن تبعد هذا المشهد طبعا، لن تبعد عن القضيه الفلسطينيه وتداعياتها، ولن تبعد عن الموقف داخل الساحه السوريه والوضع المهين اللي موجود فيها، ولن تبعد عن المشهد الليبي، وبدرجه او باخرى المشهد اليمني بدا بشكل او باخر يعني يكون في شكل
أشكال السخونة. ده كله بينعكس على أدائك في السياسة الخارجية وبينعكس لرؤية الرئيس القادم ليها. طيب أنا هقف مع حضرتك وقفة وخلينا معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم مستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها. صباح الفل يا فندم منورنا سيادة المستشار. طيب هنرجع لسيادة المستشار محمود الشريف مرة تانية. خليني أرجع لك دكتور مختار وإحنا بنتكلم عن رؤية العالم لينا. هل المشاركة والسؤال بقى اللي إحنا بنقوله عين العالم علينا، هل المشاركة القوية في هذه الانتخابات وفي هذا الاستحقاق هتغير ثقل مصر في المجتمع الدولي بشكل واقعي؟ لو سألتيني هقول لك آه. ليه؟ لانك انت الانتخاب لانك انت لو تطرقنا مع بعض للموضوع ده هنلاقي الانتخابات هي عباره عن ايه. مشهد منافسه ما بين مرشحين وحجم مشاركه. في الاول وفي الاخر الانتخابات هي كده. يبقى المشهد المنافس ان انا امام مرشح 2 3 4 او امام حجم من حجم المشاركه اللي في الاول وفي الاخر بتكون رسالته برضاء عن الحاله السياسيه. لانه حجم المشاركه ده هو انعكاس طبيعي ورضاء من المواطن عن الواقع السياسي والواقع الاقتصادي اللي هو صورته بتتنقل للخارج. وعشان كده مع عدم وجود حجم شكل من اشكال المنافسه الحقيقيه، وده مشهد ما نقدرش ننكره، تحفيز الدولة وتحفيز مؤسساتها يأتي من خلال المشاركة، الجزء الموازي ليها. لأن إذا ما كانش عندي حجم منافسة فعلى الأقل يكون عندي حجم مشاركة عشان تكون رسالتي إيجابية للخارج بأنه أنا عندي حجم ورصيد شعبي ورصيد من المواطنين هو راضي بشكل أو بآخر عن الأداء السياسي اللي موجود أو عن الأداء الاقتصادي، وده السؤال الصعب، أو عن المشهد اللي موجود في الداخل. ده مؤشر لثبات الدولة في الفترة اللي جاية؟ طبعا، لأنه هذا المؤشر يتأتى من خلال زي ما قلت لحضرتك أنه النهاردة لما بتكلم عن شخصية سين هو من يقود سدة الحكم في خلال المرحلة الأولى، حجم علاقاته الدولية وحجم علاقاته الإقليمية مرتبطة برؤياه ومرتبطة بشكل، وهو بيساهم في صناعة هذا المشهد بدرجة كبيرة جدا. عدم تغييره أو ثبات وجوده ده بيؤدي إلى ثبات في المشهد الخارجي. يعني مش هتلاقي تغيير جذري في علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية ولا تغيير جوهري في علاقة مصر بالصين مثلا ولا تغيير رئيسي في علاقة مصر بالقوى الإقليمية إذا كانت تركيا وإيران، كانت تشهدي بعض التغيرات وفقا لظروف الحال، لكن مش هتلاقي تغيير درامي يعني من أقصى اليمين لأقصى اليسار، مقاطعة مثلا مع شكل من أشكال العلاقة الكويسة. لكن تقدر تبدأ تتحدث عن المشهد المختلف لما يكون أمامك شخص آخر. فمعناها انك انت قادمه الى انتخابات رئاسيه، وهذه الانتخابات الرئاسيه الى حد كبير جدا مشهدها معروف، وبدرجه او باخرى بتديكي شكل من اشكال الاستقرار على الاقل في المرحله الاربع سنوات القادمه. الفتره الرئاسيه الثانيه، انه الفتره الرئاسيه الثانيه حجم المشهد الاقليمي والمشهد الدولي في علاقته بمصر كدوله مش هيلاقي تغيير جذري او هيلاقي تغيير جوهري فيه، هيلاقي شكل من اشكال الثبات في العلاقه فيها. كذلك السؤال اللي بيبقى دايما محط اسئله في الخارج مش المشهد الخارجي اكتر ما انه المشهد الداخلي، انه هل المشهد الانتخابي ده هينعكس داخليا على تغيير في الشكل السياسي اللي بيدار به الدوله؟ هل هينعكس جذريا على الاداء الحزبي باعتبار ان انا امام اداء حزبي اشبه بموات؟ طب عايز اسال حضرتك في الحته دي قبل ما نعديها، الشكل الناس بره بتبص علينا بشكل معين ومترقبين زي ما سيادتك تفضلت الصورة هتكون شكلها ايه وهتترسم ازاي. طيب النواحي الخاصة مثلا بالسياحة او بالشق الاقتصادي بالاستثمار الاجنبي بالكلام ده، حجم المشاركة النهاردة هينعكس على تطور وارتفاع المؤشرات الخاصة بالنقاط دي سواء السياحة او سواء الاستثمار الاجنبي او غيره، من خلال انه قد يتخيل ان حضرتك او هيرصد ويقيم ان حضرتك كقائد لهذه الدولة وراك ظهير شعبي كبير، فبالتالي مؤشر لاستقرار الاوضاع عندك داخليا لفترة طويلة؟ صحيح، مهم جدا. بمعنى ان انا اذا كنت امام مشهد انتخابي حسم او محسوم بحكم ظروف، لكن الطبيعي جدا او الانعكاس الطبيعي جدا ان حجم المشاركه هي راضيه عن هذا المشهد. هي حجم المشاركه ده هو راضي بان يكون قائد المرحله القادمه هو من قاد المرحله الاولى. تمام. وبناء عليها انا عندي رصيد شعبي
لهذه القيادة، وبدرجة أو بأخرى هي راضية عن الأداء الخاص بها، إذا كان أداء اقتصادي أو أداء سياسي. تمام. وبحكم هذا الانعكاس يبقى عندي شكل من أشكال الهدوء في الداخل، ما عنديش شكل من أشكال الصراع، تطورات عنيفة أيوة أو شكل، لأن هو اللي بيقلق رأس المال اللي جاي أو اللي بيقلق الأداء الاستثماري اللي جاي هو عدم الأمان على فلوس الأمان خطر يعني. عدم وجود ثبات للحالة السياسية والحالة الاقتصادية. فتبدأ تبقى مرحلة تشجيع ليه للوجود إلى الداخل، وأنت بشكل أو بآخر ما عندكش بديل سوى تحفيز المستثمر اللي جاي من بره على استثمارات موجوده عندك. انت امامك مشاريع ضخمه، المحور الثاني لقناه السويس لما انت عملتيه ما عملتيش عشان تعمل المحور الثاني او عشان تعمل الفرع الثاني لقناه السويس الجزء اللي معمول ده، لكن انت عملتيه في الاصل عشان المناطق الصناعيه اللي هتبقى ما بين المحور القديم اللي هو قناه السويس القديمه وما بين المحور الاخر الجزء اللي اتاخد حدود 7 كيلو عرض بطول المحور ده كله. فانت عايزه تضخ فيه استثمارات، ندور بقى المكنه وتشتغل في المنطقه صحيح دي. انت عايزه بقى تموين سفن، وعايزه صناعه حاويات، وعايزه مشاريع ثقيله، وعايزه مشاريع خفيفه. ده هيجي لك منين؟ من خلال الاستثمارات اللي هتجي لك من بره. تمام. وده معناها جزء من الثبات الموجود فيها. انت داخله على محور تنميه شبه جزيره سيناء، لانك انت لما عم بتعملي الانفاق مشروع التنميه صحيح، انت لما بتعملي الانفاق اللي موجوده اسفل القناه مع مشروع نيوم اللي هو المشروع السعودي اللي مشاركه مساهمه فيه مصر ومساهمه فيه الاردن بنسب متفاوته، بتتحدثي عن مشروع ضخم 500 مليار دولار سوف يضخ في هذا المشروع بمجمله او بختامه. 500 مليار، انت عندك 1000 كيلومتر من شبه جزيرة سيناء مساهم في هذا المشروع، فمن خلال منتجعات ومن خلال مشاريع صناعية ومن خلال صناعات سوف تنشأ في هذا المكان. الثبات ده او وجود رأس المال اللي هيجي لك يأتي من ده يأتي من خلال ثبات الحالة السياسية او ثبات الواقع السياسي. ما يكونش عندك تغيير درامي في المشهد السياسي. يعني لو قلنا ببساطة كده يا دكتور، عشان انا بحب الكلام يبقى ايه الناس، ان انا كمستثمر هيبقى عيني على البلد دي، فمعنى ان في ناس كتير نزلت انتخبت معناها، وخصوصا في ظل المنافسة الضعيفة جدا، معناها ان الناس راضية عن الاداء العام للبلد، فمعناها ان مش هيكون في مشاكل كبيرة في البلد دي مستقبلا تخليني اخاف ان انا احط فلوس فيها. هو ده صح؟ صحيح. ده انت بسطت المساله ببساطه جديده جدا شديد، وجاوبت على السؤال اللي انت طرحتيه. لكن لا حضرتك جاوبت، انا بقول الاجابه. هو ده الجزء المهم جدا. ده دي رؤيه، طبعا هي الرؤيه مش في كمالها بهذا الشكل، لكن ثبات الحاله السياسيه عاده او ثبات الوضع السياسي لاي دوله هو جزء محفز للاستثمار، خصوصا ان لما يكون ثبات حاله سياسيه مع عدم وجود اضطرابات موجوده فيها. تمام. ما عنديش شكل من اشكال المناوئه، ما عنديش شكل من اشكال النزاعات. حتى ملف الارهاب اللي انت بتواجهيه هو محصور في مكان معين بعيدا عن اي عمليات اخرى بتتم في الداخل. تكاد تكون الحاله الامنيه مستقره. انت بس ينقصك خلال المرحله القادمه دي انك تتغيري من شكل الاداء الاداري لمؤسسات الدوله، لان الاداء الاداري او تبعدي عن الاداء البيروقراطي اللي هو الاداء المعقد للمشاريع اللي بتجي لك من بره. لان المستثمر، خلينا اقول لك نقطه مهمه جدا وانا مساله يمكن عصرتها عن قرب. احنا فاهمين ان المستثمر يمكن جزء الثبات السياسي او يمكن جزء البيروقراطي او الجزء الاداري بيهمه. لا، ده انا عايز اقول لك نقطه مهمه. ده المستثمر بيسال اقرب مستشفى ليه ايه في المشروع بتاعه. المستشفيات اللي بتخدم على مشروعه بقى. تمام. المستشفيات اللي موجوده في محيط مشروعه ديت النسب الماليه او الكشف المالي الخاص بها ايه؟ المسافه اللي بين المستشفى وبين مشروعه قد ايه؟ بين مشروعه وبين مطار القاهره، او بين مشروعه وبين محطه، انا سالت سؤال عن بين المشروع وبين محطه السكك الحديديه الرئيسيه. كم تاخد المسافه؟ بيحسب كل ده العمالة اللي موجودة، القيمة الفنية والتقنية الخاصة بها متوفرة ولا لا. بيطرح أسئلة متعددة، حجم رأس ماله اللي ضخه فيه ده، عنصر الأمان والتأمين ليه لو أراد أنه يسحب رأس المال ده ويذهب به إلى الخارج مرة أخرى، حجم أرباحه اللي موجودة في الداخل هل يستطيع أن هو يخرجها بلا البلد بأريحية ولا لا. علاقة العملة بتاعتك بالعملة الأجنبية، النسب والتناسب الخاصة بيها، هل يستطيع أن هو يوفر العملة الخاصة به إذا كان جاي باليورو أو بالاسترليني أو بالدولار، موجودة النسبة دي ولا لا. فهي معطيات كثيرة جدا يأتي المشهد السياسي كجزء مهم جدا ليها. يعني المشهد السياسي جزء محفز ليها وللوجود ليها، ثم يبدأ يطرح الأسئلة على نفسه ويبدأ يطرحها على المحيطين به في هذا المشهد. إذا اكتمل المشهد بالنسبة له هتشوف استثمار
الحقيقة إلى حد كبير جدا من وجهة نظري استثمار كبير. لكن إذا المشهد الآخر معاكس للمشهد السياسي او معاكس للاداء الحكومي لا هتلاقي فيه حاجات تانية. يبقى في طيب واحنا بنتكلم عن الشق الاقتصادي دكتور مختار، مصر في السنوات اللي فاتت تصنيفها الائتماني ارتفع 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 وصولا الى شكل جيد جدا ومتناسب مع الحاله الاقتصاديه المصريه. ونرجع بدي لنقطه الارهاب اللي سيادتك تفضلت بالحديث عنها. العالم بقى عنده رؤية مختلفة لملف الإرهاب بعد ما الإرهاب طال الجميع؟ يعني كان الأول ببساطة برضو عشان الناس كان الأول لا الدولة دي فيها إرهاب ما يبقاش فيها سياحة وما يبقاش فيها مش عارف إيه، مش هنحط فلوس فيها، مش هنعمل كذا. لما الإرهاب طال الجميع بعد التحذيرات المصرية اللي أطلقت على لسان القيادة المصرية، وبعد ما بالفعل ضرب الإرهاب أماكن كانت معصومة من ضرب الإرهاب لسنوات طويلة، ووصل الأمر إلى الضرب في عقر داري، سواء بنتكلم على ألمانيا بريطانيا الدول اللي كانت يعني ليها سياسات نوعا ما يعني تجاه مصر، هل أصبحت الرؤية العالمية مختلفة في هذه الملف في هذا الملف أو في هذه النقطة؟ لا، تظل هناك خلاف في مسألة مكافحة الإرهاب بالنسبة للرؤى العالمية والرؤى الدولية، لأنه ملف الإرهاب في حد ذاته ما زال محل خلاف ما بين الدول وتصنيفاتها. أنت تعتبري جماعة الإخوان المسلمين في مصر جماعة إرهابية، ماشي، عندك دول جوار في العالم العربي لا تعتبرها جماعة إرهابية، والولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي يتعامل معها باعتبارها جماعة سياسية وباعتبارها جماعة في شكل من أشكال المناوئة أو الصراع بينها وبين الدولة. فعدم وجود جماعة، وكذلك أنا بديك مثال بحالة، لكن قيسي ده على مقاطع كثيرة جدا موجودة في العالم العربي، إذا كانت موجودة داخل الساحة السورية أو موجودة في العراق أو موجودة في ليبيا أو في اليمن أو في المشهد العربي بالمجمل. تصنيف الواقع الإرهابي أو تصنيف من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي مختلف عليه. لأنه حسب رؤية الدولة وسياستها. حسب رؤية الدولة وسياستها وعلاقاتها الإقليمية وعلاقاتها الدولية. قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية طلع مركز دراسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية اسمه مركز الأطلنطي، سأل سؤال وطرح الإجابة، هل من الممكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية؟ في ظل زيارة الرئيس السيسي والتناغم اللي كان بدأ يظهر معالمه بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء فترة حكم أوباما، رد مركز أطلنطا قال لك مسألة صعبة. ليه مسألة صعبة؟ لأن هم جزء من مشهد سياسي في بعض الدول، هذه الدول لها علاقات سياسية بالولايات المتحدة الأمريكية وصعب جدا أنها تصنفهم طبقا لهذا التصنيف. فمصلحة الدولة لعب دور كبير جدا في التصنيف وعدم التصنيف. لو انت خدت المشهد السوري مثلا كمثال هتلاقي الجيش السوري الحر، الجيش السوري الحر هو تمويل امريكي وتدريب امريكي وبيخش يحارب بشار الاسد، من وجهة نظر كثير جدا من الدول منظمة ارهابية، من وجهة نظر فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وتركيا والسعودية ليست ارهابية، ده زراع سياسي بس، زراع سياسي وبتحارب قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحماية الكردية، من وجهة نظر تركيا جماعة ارهابية، من وجهة نظر الولايات المتحدة الامريكية ديت ميليشيا مسلحة تحمي اطار معين من المواطنين موجودين في شمال سوريا والى حد كبير جدا مش مصنع وهكذا. فالمشهد بهذا الشكل في العالم مرتبك في مسألة من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي والتصنيف وغير التصنيف، ولعبة المصالح بتلعب دور كبير جدا. لكن الرد على هذا المشهد هي قدرتك أنت كدولة في إنهاء هذا الملف. هو ده السؤال من وجهة نظري اللي بيطرح نفسه ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي بمجمله. لأن هو قدرتي أنا في إنهاء هذا الملف في الداخل هو اللي هيخلي العالم ينظر ليها نظرة مختلفة بالمطلق بصرف النظر عن حالة التصنيف. وأنا في الحالة ديت أنا مش محتاج من العالم الخارجي إنه يأيد الدولة كدولة بصرف النظر أنه يعتبر ده إرهابي أو يعتبر ده غير إرهابي. طبعا أنا بسعى سعي حسيس باعتبار من يناوئ الدولة جماعة إرهابية وعايز العالم الخارجي يقرر اعترافه بيها عشان يمنع التمويل وعشان يمنع حركة رأس المال الواصلة إليه وعشان يملأ حركة تنقلاته أفراده اللي بتتنقل بين دولة وأخرى وإنه يخش متهرب ليكي وهكذا من مثل هذا المشهد. لكن بدرجة أو بأخرى يظل النقطة الأهم في مسألة مشهد مكافحة الإرهاب هي قدرتك كدولة، قدرة مصر كدولة بمحيطها بحدودها من سيناء إلى عرب الصحراء إلى حدود حلايب وشلاتين إلى 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 متمثلة في إيه القدرة دي يا فندم؟ قدرتك في حفظ حدودك،
قدرتك في تحييد ومواجهة هذه الميليشيات بدرجة تشل حركتها في أنها تؤثر على الداخل أو أنها تقوم بعمليات، قدرتك في أنك أنت تخلقي مشهد سياسي موجود لك في الداخل مساند ليك بقوة وظهير شعبي، لأن الحركات الإرهابية دي مش كائنات شيطانية بتنطلق من أسفل الأرض تظهر على السطح وتعمل عملياتها وتختفي، هم أفراد يمشوا بين الناس. فضمان الحاضنة البشرية ليكي اللي موجود على الأرض عنصر مهم جدا بالنسبة لك، لأن ضمان الحاضنة البشرية ده معناها ضمنت أشخاص مساندين للدولة، وضمنت عدم وجود حركة بأرياحية لهذه الأفراد أو لهذه الميليشيات على الأقل الموجودة على الأرض. فأنت بدرجة أو بأخرى لا، مساندة الشعب ومساندة المواطن ليكي في هذا الملف مسألة مهمة جدا، وقدرة الدولة في احتواء هذا الملف وإنهائه أهم من وجهة نظري بأنه نحن ننظر إلى العالم الخارجي باعتبار الجماعة الفلانية إرهابية أو باعتبار الجماعة العلانية جماعة مسلحة أو هكذا، لأن هيظل هذا المشهد مختلف عليه طالما هناك مصالح، وطالما هذا المصالح بتصطدم برؤية الدول، وطالما هناك يعني قوى إقليمية صديقة معاكي وقوى إقليمية بتنوئك وقوى إقليمية مش عايزة أنك أنت تتعافي وأنك أنت تبقى صاحي عنصر مؤثر. الموقف يفضل من منظور خاص بس يعني. طبعا مفيش شك. وأنك أنت عندك دول جارة بصرف النظر عن عمق علاقاتك بيها لكن تظل مترقبة لها. إسرائيل عدو بيننا وبينها اتفاقيات، بيننا وبينها كلام، بيننا وبينها حوارات، لكن تظل هي العدو الأهم والعدو الأكبر. طيب خليني ختاما كده دكتور مختار اخد من حضرتك بقى ايه تخاطب النهارده المواطن المصري. تعملي تاخديني بس من المشهد الداخلي والخارجي كده ببراعه جديده. بنستفيد من وجود حضرتك يا دكتور يعني. قول لي ختاما كده حضرتك تخاطب المشاهد المصري والمواطن المصري النهارده تقول له ايه في هذا الحدث الجلل اللي احنا بصدده؟ شوفي انا اقول له النهارده واقول له بكره واقول له بعد بكره وقلناها قبل انطلاق العمليه الانتخابيه، انزل وساهم وشارك. ليس شرطا عليك انك انت تدي صوتك لسين، وليس شرطا عليك انك انت تدي صوتك لجيم، لكن المهم ساهم، المهم كون رسالتك الى العالم الخارجي بانك انت مساهم في صناعه المستقبل، مساهم في صناعه هذا المشهد ايا كان طريقه اعطائك لصوتك. هو دي الرساله الاهم للمواطن. ما اقدرش اقول له ادي لفلان لان فلان ده قائد المرحله ديت وعمل ويستطيع ان يكمل المرحله الثانيه، او ادي صوتك للراجل اللي نزل في اخر لحظه في المرحله الاخيره وادي صوتك ليه لعل وعسى ياخد له نسبه او اي حاجه او اي شيء. لكن انت بشكل او باخر انت عايزه انك انت رسالتك تكون محفزه للمواطن انه يساهم في هذا العرس الانتخابي الهام. نورتني يا دكتور وبشكر حضرتك. شكرا جزيلا الدكتور مختار بوباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. كلام كثير ومعلومات قيمة ونورتني وشكرا جزيلا لحضرتك شرفتنا. بنكمل مع حضراتكم وبنشوف معاكم. مصر تقرر النهاردة يوم تاريخي ويوم من الأيام اللي إن شاء الله ستكتب أحرف من نور في المستقبل. التاريخ لا يكتب الآن، التاريخ يكتبه أناس يتابعون المشهد على مدار السنين ويبدأ وكتابة التاريخ. احنا هنكون جزء من التاريخ بالنهاردة بالموقف اللي بنعمله النهاردة. النهاردة في حقوق كتيرة جدا، حقك الدستوري ان انت تروح وتشارك، لكن في حقوق كتيرة جدا من مصر عليك. حق الناس اللي استشهدت عشان حضرتك تكون في امان، حق الناس اللي اصيبت عشان حضرتك تكون في امان، حق الناس اللي واقفة بتأمنك في كل مكان عشان انت تكون في امان، حق بلدك عليك، حق التنمية اللي بتحصل وحق الانجازات اللي بتتحقق وحق الصبر. احنا صبرنا وعدينا في ازمات وعدينا في حاجات، مصر لولا اللحمه المصريه ما كانتش تفضل واقفه. ربنا حافظها بناسها وباهلها، هم مفتاح السر وهم كلمه السر في تاريخ مصر. 7000 سنه بنبني الحضاره والانسانيه وبنعلم الناس وبنعلم العالم كله مفهوم كلمه دوله. احنا اول حضاره في التاريخ اسست لدوله. فكره القياده السياسيه والقياده وفكره المشاركه والديمقراطيه بدات من الحضاره المصريه العظيمه القديمه. من آلاف السنين كان في ناس بتموت عشان خاطر البلد دي تعيش. دورنا النهاردة لو انت مش قادر تشيل سلاح، لو انت مش قادر تكون جندي من جنود الوطن، فأنت جندي من جنود الوطن بصوتك وبقدرتك على ان انت تذهب إلى لجنة انتخابية تدي صوتك. النهاردة النهاردة انت مش بتختار مرشح بعينه، النهاردة المنافسة الحقيقية هي حب الوطن، والنهاردة الشراكة الحقيقية هي شراكة المصريين بعضهم لبعض. النهاردة احنا جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف في صناعة واقع مصري عظيم يليق بهذه المرحلة ويليق بأجيال عاصرت أخطر مراحل الوطن، وفي صناعة مستقبل عظيم بينا جميعا إن شاء الله. مصر تقرر. بنستمر مع حضراتكم على شاشة الدريم، مجموعة من الزملاء إن شاء الله هيكونوا مع حضراتكم وهيكملوا معاكم.
بدأنا معاكم من 8 الصبح وبكده انتهى دوري النهاردة. أسيب حضراتكم مع زملاء مها موسى من منا فاروق ووائل الإبراشي ومجموعة من المراسلين شبكة مراسلين قناة دريم النهاردة في مصر تقرر هو العنوان الرئيسي. وفكر حضراتكم تاني بقرر قررنا في الماضي ويقرر نقرر الآن ونصنع قرار المستقبل ونصنع المستقبل مع بعض بإذن الله. اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله يكون أحسن. تابعونا على شاشة قناة دريم ومصر تقرر.